شكرا نرجو. السادة المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج فني صراحة أنا أعتبره ثقيل جدا، بعنوان بارز: سهرة المشيخة. رويد البركان، المايسترو والموسيقار العالمي، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. بارك الله فيك، شكرا، ونشكرك على الدعوة، وإن شاء الله نقضوا سهرة إن شاء الله إن شاء يا الله ربي. إن لا شاء الله. تأمل في الصاحب، لا تقول خويا، راح حداك خويا قال المعنوي. مرحبا بك وشكرا على الحضور. بارك الله فيك، شكرا، وان شاء الله نكونوا في مستوى. ايوا راح حضر حداك طرمبيطه وباللمو. مرحبا بك السلام باللمو عليكم، وشكرا على الحضور. وشكرا على هذه الاستضافه، وانا سعيد فرحان بجماعه سيرتو بجماعه احباب تاع بكري، سي ان كرون بليزير. بارك الله فيك. جبال وهران راه مليح، الشيخ الهندي راه معانا. شكرا، ميرسي بور ليفيتاسيون، مسحر زرعك. ميرسي بور ليفيتاسيون، مسحر زرعك. بارك الله فيك. الشيخ النعم راه جانا من بالعباس، مايسترو هو ثاني، كاتب، مغني، يعني ما عندنا ما نقوله. وشكرا على الحضور. الله يحفظكم، ربي يحفظكم، ونشكركم انتم ثاني على الجمهور اللي فرحان، فرحان جد وفرحان خاطر تلاقيت بالاساتذه القدم تاعنا، وقدم لكم استاذ تاعنا استاذ. تسمى ما خليتنيش انا قدمه، بوعلام تسمى قلعت لي هذه، قلعت لي هذه. بوعلام تشكون مكراب معنا قدم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. انت حاجه ما قلتهاش، معليش. نعم، انت حاجه ما قلتهاش. العالميه الان، العالميه، بوعلام العالميه الان. خليتنيش نكمل. اي تفضل، تفضل اخويا. اي قدم حتى اخويا. فوالا، رانا مع الاب تاعنا اللي كان سبحان الله اللي بينا وعاوننا وسجلنا وكان يمدلنا بلا ما نخدموا، كان معاوننا بزاف. سي بوعلام ديسكو مغرب، صافي بليزير اللي راه معاك. ما غاديش يولي للساحه ولا باش تخدم معاه؟ لا سي، غادي يولي خلوها من بعد نولي لها. كانت تولي كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي الشيخ، بارك الله فيك خويا. والحمد لله اللي اليوم ربي لقانا، وصافي بليزير يكونوا مع هذه الجماعه وهذا الوجوه هادو. شكرا على قبول الدعوه. افيك بليزير خويا، حنا في خدمه الشعب الوطني، في الشعب الجزائري. بارك الله فيك. البيبليك تاعنا. بارك الله فيك. حنا في خدمه اخويا. سيد احمد، الان الراي جزائري 100%، واعتراف عالمي، اليونسكو اعترفت بهذا الراي، راينا، ولكن اعتراف الان عالمي، سي الراي 100% الجيريان. واش تقول سيد احمد؟ تو المود لو سي، كاع الناس يعرفوا باللي الراي سي الجيريان. تري بيان. كنشد تاع الناس هذه، الناس ما جراها مع انك صافي سي كونتون، كون بار دو راي. مازال ما فهموه 50 عام حنا نهضروا على الراي هذا، لو غاي سي لاجيري ابون دو الي سي. تري بيان، بارك الله فيك. قالا الراي جزائري سي بون صاي خليناها سي نورمال، هذه واضحه كيف السم. لكن الراي جزائري ما فيهاش، احنا كنا متيقين من نفسنا باللي الراي جزائري خارج من الجزائر، وتربينا فيه من اللي كنا بزاف صغار. حنا نسمعوا شيخ الريميتي، نسمعوا شيخ الجنية، نسمعوا الراي قبل ما بداو هاد لا جينيراسيون اللي قبلنا حنا تفاصون، قبل ما بداو يخلطوا في الراي كان بالقصبة. وحنا كنا صغار، نروحوا للعراس جوارينا اللي الفام يديروا العرس كانوا يديروهم بزاف بالقصبة، بالشيوخ تاع القصبة. مي كنا ملي كنا صغار نسمعوا باللي الراي اللي متني عندها لي صور تاع الراي، سمعناش عام من الراي يتكلم عليها، يعني الراي الان مفروغ منها. لا، الراي سي الجيريا، الراي 100% الجيريا. بون، وكثرت من شاع الراي، كي الراي شاع لولا ما كانوش دينها فيه. بون، ممكن شاع وصل لحاجه كبيره عالميه تما، ولا كل واحد يقول لك انا، ولا اخر يقول لك انا، ولو كاين دي فوس بيس كل واحد شا يطلق. بصح تايا ويجي الحق، يجي الحق فوقها. هو الحق. اليوم راه ديكلاري في اليونسكو الحمد لله. بارك الله فيك. بطريقه او باخرى ساهمت انت في هذا الاعتراف هذا. يعني قويدر كانت عنده موسيقى، كانت عنده كذا، كان عنده حضور تقريبا عالمي. واش تقول في هذا الاطار يعني قويدر؟ الراي هذا يعني مفروغ منه نتاعنا، وعندنا حتى الشيوخ نتاعنا اللي علمونا وكل شيء كانوا يلحنوا في هذا السبيل. ويعني انا شاولا باغي ندير واحد الاضافه، يعني كيما نقولوا باش نوثقوا باللي الراي جزائري على حسب ما نعرف انا التاريخ. هو راه موثق، ها صحيح. ولا راه موثق من جهه اخرى، انا نهضر كفنان يعني يعني عنصر يعني كنت فلا ربما نقولوا في بدايات هذه القصه هذه كنت انا مثلا ساهمت كيما قلت. وانا شنو باغي نقول،
من خلال مثلا الاحتكاك تاعي مع بعض الفنانين هو التأثير الحدودي هذا، الموسيقى اللي كنا تأثروا بها حدوديين، فربما هي اللي خلطت الورق وكل واحد ولا يقول نتاعنا. مثلا عندنا جماعه اللي في الحدود التونسيه، احنا جماعه متأثرين تبسا وكاع متأثرين بالتونسي، وجماعه تاع تونس متأثرين الجزائري يا خويا، ولا الجزائري فربما غنى واحد ولا زوج قال باللي نتاعنا. هذا التأثير حدودي، الانفلونس. مثلا كاين الانفلونس ميوزيكال، واحد يروح يعيش في مصر هكا يتأثر بالموسيقى المصريه. مثلا احمد وهبي الله يرحمه، كان عنده واحد الوهراني من طبع خاص، كان هو متأثر بمحمد عبد الوهاب، دار وهراني في قالب شرقي. بلوي هو اللي كان متأثر بالقصبة والقلال وكاع، دار الوهراني في قالب بدوي. راك فاهم كيفاش؟ كل واحد عنده سورس دانسبيراسيون تاعه، فلربما الناس غلطت. اما الراي يبقى الراي جزائري 1000%. بارك الله فيك. عام يكتب ويغني وقاعد يتطور كلمات، قاعد يتطور موسيقى، قاعد طوروه فنانين تاعنا، ولكن يعني كاع بداو هادو بداو صغار في الموسيقى الراويه، وبداو هادو من حنا لا جينيراسيون اللي جينا من بعد الجيل الاول اللي كان سابقنا، خدمنا ونا ترافاي، قعدنا نحوسوا عليه، كان شويه مروس، ردينا كلمات فيها نظيفة، وردينا أغاني اجتماعية وأغاني سياسية وأغاني عاطفية في الوراي، ولا توسعت الموسيقى تاعه بفضل الفنانين كما خاوتنا كما أستاذ قويدر بركان، وبفضل الفنانين خاوتنا تاني وكانوا اللي زيدي تاروك فين معنا. والراي ماشي 100% حتى لوين يكمل الحساب جزائري. بوعلام، أنا تبلي بوعلام هو اللي سنينا شهادة الميلاد. بوعلام عاوننا شهادة الميلاد، هو سنيها لا ميزون ايديسيون تاع لا دينيسون، هو اللي سنيها العالمي. بوعلام، بوعلام كانت لا كاليتي سون عند بوعلام، لا كاليتي سون ما كانش يخدم بلوطاري. بوعلام كي كانت تخرج لا بوند من عندها تخرج لا كاليتي سون شابه، لونريسترومون لا بريز دو سون شابه، وكانوا نخدموا في دي ستوديو غاليين، كان يسقاموا له لي بوند تري بيان تري بيان، ويخلص الفنانين تاعو. وكنا تحلالنا ونحطوا قلبنا، ولا كاليتي تاع بوعلام للان قاعده في لي كاسيت ولا في سي دي قاعد. بارك الله فيك بوعلام، يعني دينيسونس تسنيته يعني تاع الراي عالمي. الماء ولا المجرح الراي جزائري ومن غرب الجزائر، وهذه ما فيهاش كلام، هو دوريجين جزائري. بوعلام ما خفتش عليه؟ ما خفتش على الراي؟ ماشي خفت عليه، دروك ما كانش عنده بوه، ما كانش عنده واحد اللي كاتبين على اسمه، كانت كاع الناس كل واحد يحوس يلهب دابور ادروات يا غوش يخدموا غير بالراي. لي فيستيفال دو راي ادروات يا غوش يديروهم غير بالراي. احنا هنا ناقصين شويه هاد لي مانيفيستاسيون، ناقصين شويه. احنا صافي بليزير وماذا بينا، الماء ولا المجرح. سيدي احمد، يعني واش تقول في الاطار؟ يعني الان الراي صايت موقع وصباح كيما قال بوعلام عالمي مفروغ منها، وسيد احمد يعني مانيش عارف، راك متشائم، راك زعفان، مانيش عارف. ماني زعفان، راني نسال فيكم، راني نسمع انا. على بالك هذا تاني، كان بديت مع الراي بصح انا ما نعقلش، انا جي بون يعني ما عنديش ميموار شابه، انا جو سي راني نسمع بصح علاش راهم يهضروا، لي سي فري نرد في الحساب. احنا كنا صغار ما كناش قاعدين نتصالحوا كذا، غنوا نحوسوا على الشعاب، انا وانا وانا ونحوسوا على قوي يدير يلعب لنا، نحوسوا على قوي يلعب لنا، ونتسع عنا لغاي، ما نحوسش نتسناش نخرج لغاي ما دارش. انا نعرف باللي احنا اللي خرجنا على جدة، خرج وبان في قطعه واحده. بارك الله فيك. 80 الراي طردك. تري بيان تري بيان تري بيان. كان سي سيفري، كان منتجب قاسم، كان ولده، بصح سيتي با ما كانش يحس بزاف، ما كانش يحس. سي ابغي من 80 بدا يحس، بدا يحس. هذه على ديك بلقاسم بوتلجا، هذيك الكلام تبان لي راه رايح باللمو، باسكو لي بوك بلقاسم بوتلجا عندها قصه مع بلقاسم بوتلجا باللمو. دونك انايا بون بور لو راي، انا كنت سبب في لا مودرنيزاسيون دو راي، خاطر علاه انايا الالات تاعي يظهروا باللي جي مودرنيزي لو راي اما فاسون، وعليها بون راه كاين البوبل اللي يعرف، البوبولاسيون اللي يعرف باللي عاش باللمو في ذاك الوقت، في وقت بوتلجا، وهذا ذاك الوقت اللي غنى خدموا معايا المغنين، كان سي بوتلجا الله يرحمه ويوسع عليه، كان بنفيسا يونس كليا مارساي، كان بوطيبة حفيف، كان حماني نجوم، كان سعيد بوعرفة. سعيد بوعرفة سي ان غران شونتور اي غران فيولونيست،
سيت ان مسيو ان غرون مسيو في لا شونسون راي دونك انا هادو كاع الخمسه كاع لي 5 شونتور هادو لي بيوني اللي بداو في الراي لي بيوني في لا مودرنيزاسيون دو راي مش نهضر على قسمه القلال قسمه القلال وقتها احنا بور لا مودرنيزاسيون دو راي بدينا في لي زاني ستادير باش بنا في الساحه الجزائريه سيتي اون 1974 وحنا كنا بدينا قدامنا في لي زاني 68 من تما وحنا نحضروا وبلمو كنت ندير انا لي كورتاج كنت نلعب في لي ستاد دو فوتبول هذاك هو الحماس اللي وصلني باش وصلت زعما وصلت في نتيجه ومن بعد مشيت للموسيقى الجزائريه لان هي تاع التراب موسيقى تاع التراب تاع بكري خربت فيها جو لي مودرنيزي دونك ولقيت المغنيين اللي كانوا فيها مغنيين بارزين سي لي بيوني الاولين تاع لا شونسون راي ديبار من بعد حنايا من لي زاني 74 75 كانوا مغنيين كانوا اللي كانوا ما كانوش باينين كانوا عاد ماشي باينين دي غران شونتور اللي كانوا ماشي باينين دول هادو كاع لي ديتاي هادو بلبو قال يعني هو تكلم قال انا مودرنيزيت الراي سي اوكي من حقه معليش انا بحط هكا فيه محمد مغني ثاني مغني فوالا محمد مغني واش دار في الراي قال يعني قلنا دار الله يبارك دار حوايج كبار محمد مغني دار الى ابري لا ميوزيك تاع بلمو موراها خرج مغني محمد مغني دار حوايج كبار في الراي بصراحه ولكن ما نساوش حاجه هو هنا استاذ معانا هو هنا غرون بروديكتور هنا او شيخ لاندي هنا وسي بلمو راه تما يفهموا بالخف شح نهضر ورا محمد مغني واش كان كاين يا في لا مودرنيزاسيون نتاع لو سون بكري كنا نسجلوا في البوبينه من بعد لو مومون تاع مغني كان مالك هذا مالك الاول شوف اللي دخل لو ستوديو ملتي بيست ياك اصحابنا هكذا يا في دي ستوديو ملتي بيست مي كانوا نتاعهم برك كان رشيد الفتحي كان عنده وحده دايروا ليه هو رشيد الفتحي هذا كان يخدم الموسيقى بليزير ماشي ورا مغني مليك تاني ما نساوهش اصحابنا مليك هو الاول اللي حسن لو سون نتاع اغنيه الراي في الجيري مام في الديبليكاسيون ومن بعد مام في الديبليكاسيون لو ماتيريال دو ديبليكاسيون من قبل ديبليكاسيون نهضروا من قبل ديبليكاسيون وين بدا يتحسن لو سون فضل قدر كيما راه يحكي خويا كانا كانوا لي بروديكتور كيما هو ابو علام راه معانا يحوسوا لا كاليتي دو سون حنا كنا بكري نسجلوا في اوبيست وكاع كي جات لابيرود هذه تاع لورديناتور ولي لوجيسيال وبان سانتي محمد مغني هنا وين راه؟ جا مع لا مودرنيزاسيون محمد مغني بصح محمد مغني لا ستركتوري واستفادوا المنتجين كانوا هما اللي دعموا مغني ثاني كاين باش ينتج باسكو لو ميكرو لورديناتور لا بعد جا من بعد جا الميكرو من بعد جا الميكرو ملتي بيست وهو لا راني جايك الملتي بيست جا في وقت كيما راه يحكي خويا كانا جا في وقت مغني ولي برودكتور انذاك كانوا يحوسوا على الامور تطور اونيفو سون وراحوا دعموه بوعلم كان يسجل عنده وسان كريبا كان يسجل عنده وكاع المنتجين ذاك الوقت كانوا يسجلوا عند مغني هو ثاني كان يدير اجتهاد هو باش يفرض روحه في السوق كان ثاني كاين كموزع من اخطر الموزعين اللي ظهروا في ديك الفتره تاع الراي ان غرو ارونجور دار كموزع ثاني كاين بدا هو ثاني كاين واحتل السوق واحد الوقت مغني احتل السوق حتى اللي واه مغني اللي بارتي لو ديرني وصل للاول سا سي جوست ما فيهاش تاع شوف دار جامي دار جامي هو بدا مع الثاني مغني سي با الاول كاع لدوايا راه حداك لدوايا خليه يتكلم شويه تفضل نعرف ثاني كاين نعرف صور احمر تفضل ديرني بدا هو لو دير مغني سيتي بلاطو ياك لا لا عند الحاجه عند الحاجه ابو علم لا عند الحاجه في بلاطو لا لا قبل كان يجي
ويخدم في الاستديو مع مليك. واريخ ميسي جابه الهوري بن شنات الله يذكره على خير، جابه الهوري بن شنات وخدم معاه نعاق الغنيه الاولى الصيف والبحر، خدمها مع خدموها عند مليك في لاريت خيميستي وين ما كانت الرونتشو بكري كان السيديو تحت فوالا تم خدم وبار لاسو كماصا يخدم يجيبوه الناس يخدم معاهم. ومن بعد دار استوديو في في البلاطو عند الحاجه يقولوا الحاجه طلبيا معاه كان مرحبا وخدموا بالبزاف، خدمنا معهم ذاك الوقت مع عبد الحق مع حسني مع هذيك وداروا خلنا غير السم من عندهم نيشان ولا مع هذيك طريبيا بصح نعم عندها قصه تبان لي ما ظنيش تفارقوا غناها خدمها فتحي ما ظنيش تقولوا الحقيقه لا خليني من نعم خدمها فتحي خدمها حسني حسني دار بها فتحي خدمها عند مغني فتحي وعاود فتحي مورايا عاودها طريبيا 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 شو عاودها بروالي صح رومبا ولا رومبا فوالا فوالا لكن حسني هدي خدمها هدي ثقيل طريبيا طريبيا اعطينا ما ظنيش تفارقوا شنت خير قوة من بعد شرتنا يا اختي الولف صعيب والفراق بليا عندي معاك دراري صغار يا اللي نسيتينا معاك ذكريات ما ننساك ما تنسيني حسبتي نسيت ما مضى وما فوتنا إذا الجرح تخيب راه رجع ضري دخلاني ما ظنيتش نتفارقوا من بعد عشرتنا يا أختي الولد حرام والفراق بليا عندي معاك دراري صغار يا اللي نسيتينا معاك ذكريات ما ننساك ما تنسيني تنسيني كذا من مرة عن الفراق اتعهدنا مهما اللي يسرى غير تفنتك ولا تفنتيني ما ظنيتش نتفارقوا من بعد عشرتنا يا اختي كنت بحرام وانتي والفتيني برافو عليك يعطيك الصحة ميرسي الشيخ صحيت وانا ما انا بغيت نقول واحدة مانيش عارف لا توافقني ولا ما توافقنيش انه منا حسني راح للسونتيمونتال ما ظنيش تفارقوا الاولى طريبيا من هذه راح للسونتيمونتال حكم لابرونش تاع السونتيمونتال طريبيا وكمل في السونتيمونتال ونجح في السونتيمونتال الله يرحمه ويوسع عليه بارك الله فيك تفضل هذه راح لولفي وعلاش روحتي وخليتيني راح انت يا سبب في معرفتنا راح انا بغيت نعرف انه فتحي غناها عند محمد مغني باش نشعل النار في عيونك اللي جرحوني راني نغني تاعي ثاني هذه راح كسموه ما تفهمناش يا غزالي ما تفهمناش والحل الوحيد هو نخطيك وتخطيني راح بزاف القصائد لانه فتحي الله يرحمه على كل حال غناها غناها قبل حسني لكن حسني هو اللي خرجها قبله مانيش عارفين واش وقع هنا لا 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 غناها عند مغني لكن حسني خرجها عاودها 22 مو وقعت مانيش عارف بو حفصي سربها وداها قويدر مين تكلمنا معليش راك تصور معليش قويدر لما تكلمنا على شكون اللي موديل نزار راي شكون كذا شكون مانيش عارف انفعلت ولا مانيش عارف كيفاش زعما لا راي واحد الوقت في واحد الفتره دا ديمونسيون ولا ناسيونال هو بدا لوكال
كانوا كاع الجهات يشاركوا، كانوا جماعه هنا تاع شباط موش انت، كانوا عندهم عندهم ان كونسيبت في الراي. مثلا كان تشوف الراي اللي كان يديره بوطيبه ولا حسين شباطي ولا، كان عندها نكهه خاصه بهذيك المنطقه. تروح عاد في بالعباس مثلا، جماعه تاع بالعباس كان عندهم راي ثاني كي عندها نكهه خاصه. هنا في وهران كيف كيف، وكانت ثاني نكهه خاصه. وكانوا جهات، وفي ذيك الفتره بان جلطي وبان قانا وبانوا اصوات اللي عندهم نغمه تختلف على اش كنا نديروا حنا مثلا. وانا ماني باغي وانا اللي باغي كي نهضروا نهضروا باللي كانت تمشي قافله، ما كناش غير حنا. كاين ناس مثلا تاثروا بينا وثاني هما ناضوا يخدموا. كاين اللي كان في بالعباس، كاين اللي كان في غليزان، كاين اللي كان في شلف، كاين وناضت. ومن بعد انا نظن باللي اللي خلى واه خلينا كاين اللي خلى كاين اللي خلى لوبريت، وكاين دي كرون ستوندار هما اللي بار اكزومبل عرفوا بتال وتال ارتيست. لي كرون ستوندار مثلا المرسم اللي فات بها مامي ولا ما عندي حاجه في الناس، هادو سي دي ستوندار في الديبار، هما اللي عرفوا بالباسيف. فلا ربما حتى كان تولي عند يونس بن فيسا، فلا ربما ابار داروا سحور داروا ما كانش عنده تيتر. كي نبغوا نهضروا حنا وراه معنا منتج ويقولنا تفضل بوالا، تروح مثلا تروح عند بوطيبات كي تقلع الفرملي ما كاينش حاجه وحده اخرى. يعني كي جا خالد مثلا وبانت لافاك تاع سيد احمد ولا خالد وهذه، هادو جابوا واحد الميتافور واحد اخر، موسيقى واحد اخرى وكلام واحد اخر ولغه شعبيه تاع الزنقه العاميه، وتخلطت وجات شعبيه كبيره. انا كانوا يجوا عندنا حنايا كنا نخدموا ذاك الوقت صغار هكا العراق وكاع، يجوا عندنا من الشرق مسعود تاع العلم الله يرحمه كان يجي عندنا حتى لهنا، وكان يجوا عندنا من الجزائر، يجوا عندنا من الصحراء يجوا. خالد هذاك الوقت ولا هذيك لا جينيراسيون تاع خالد والهندي وصحراوي فضيله واكسيتيرا، هذوك وحميد جوني وهذو جابوا واحد العقليه واحده اخرى في السوق. طريبيه مام كانا وكان معاهم كانا معاهم وعبد الحق وكاع. واه واش تقول لنا كانا على الوضعيه هذه؟ علاش؟ الان الراي هو قال الفجر مع شب خالد. لا هو بيان سور مع خليه يتكلم مي سا سي هذه ما هذه مشات كلام هذه هذه راهي باينه. واه هي باينه الطباق هذه تاع اللي فيها انت وفيها خالد وهندي وصحراوي، تما كانت اون ديمونسيون واحده اخرى تاع المرشي. هذه هي وهذه هي هذه ولا مش تقول في هذا الاطار. سي فري كان الراي كان العباب ساعه عندهم مانجور، الوهرنا عندهم مانجور، كانوا قاعد تعاونوا كل واحد داروا لي ستيل تاعهم. كاين باغ اكزومبل ميم في الجزائر كان عبد الرحمن جلطي وكل شيء عنده جورو هذيك، وهما تعاونوا عليه كاع باش بان هذا الراي. تعاونوا عليه سي با سا فو با دير باللي قال غير وهران ولا بالعباس ولا تاعو ولا ما خلاش. سيد احمد شويه سيد احمد غير شويه ماشي بزاف. سيد احمد سي بون سيد احمد سي بون. انا هذاك الوقت نشهد على اشياء عشتها. سيد احمد كان سورس دانسبيراسيون تاع بزاف مغنيين. عشت خويا. وانا كنت مثلا ذاك الوقت نلحن وما نكفيش لا دوموند، مثلا ذاك الوقت كاسيت فيها ست غنيات، يجي مثلا كان يقول لي كاش التيتر، يجي عنقر كان يطلب مني، يجي الله يرحمه، يجي مثلا صحراوي يقول لي كاش غنيه، يجي بوعلام يقول لي كاش عندك حاجه جديده ندوها عليك جيب. ذاك الوقت لي كومبوزيتور تاع الراي ما كانوش كاينين بزاف. ناقصين. شنديروا؟ كنا بار اكزومبل ندوا حاجه ديجا خرجت في السوق، فلا ربما ضربت ما ضربتش كي تعجبنا حنا نتوها. جبال وهران هو نهار اللي نهار اللي دار صاده سيد احمد عاودها خالد، وفلا ربما خالد عرف بها اكثر من اللي عرف بها سيد احمد. هذا النهار اللي دار فيها اغنيه تاع لافوكا خذاها الهبال ومانيش عارف انا بغيت بنت الحلال ثاني هنا كيف كيف عاودناها له، حلوا فينا بيرو داروا فينا جرنال عاودناها له. اسمع لها سيد احمد فهمتني، كان اغانيها ولا قدامي نقول لك هذيك تاع لابوكا خدناها الهبال داروا فينا بيرو حلوا فينا جرنال. خالد كان يجي عندي بيرسونال مو يقول لي سيد احمد دار اغنيه شابه في السوق واش تقول عليها كنعاودوها، نقول انا بالك ما يبغيش ولا يقول لي انا عاودوها ما يهضرش. وكنت نتلاقى بها انا من بعد كي تخرج في السوق وهو قدامي يلومني، كنا نتلاقوا عند فتيرو بيستولي عند قهوه تاع زيتوني هذا وكنا ايا نتلاقوا يقول لي هذوك علاه عاودتها لي زيتوني عاودتوا لي هذيك الاغنيه عند قدر زيتوني عند قدر زيتوني في القهوه الله يذكر على خير حميد البرناوي ثاني الله يذكر على خير. نتلاقوا تما يقول لي علاش عاودتوا لي هذيك الاغنيه، نقول له خالد يقول لي نقول له انا خالد عجباتها عاودها وصحيح. واه شابه ولا واه شابه بيان سور تجيبها لنا. راني نقول لك باللي كان سورس دانسبيراسيون قال لك الناس اللي يقول لك لا عجبنا غابه والناس الحضابه شهاده لله. طريبيا انا كي عجبني خالد سي ان اونور بو مو هذه واحدة. خالد داري واحد 20 اغنية جاني قلت لها قلت لك اديو وندمت
بزاف 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 خلينا ما نمشيش نجبدوهم كاع. حسني كذلك، حسيتني ستاني لي موفالابل كغني لي هو مسا كيغنوا لي واحد اخرين اللي ما عرفش يغنوا سي سا وجو مينيغ فوالا. سمعت سي عبد القادر، سمع اغنية هذه غادي من بعد نحكي لك على الاغنية هذه. اي عمر راسك صاحبي جبال وهر النية باغي ردك ليك تبربية ونعيش معاك جوسكا لا فان دي موند ويا يا دلالي وانت يا رزقي وراس مالي ايامنا نعشق فيك ويا مغبور وسهري مسود من بكري كابر في يد الله ويا ذكلت ما يبان عليا نحلف براسي ها وعين والله يا منا خسارة ليك علي مغبور وزهري مسوي من بكري كابر جيراني زار ويا الفوق لك لي تميبان عليا راسي وعيني يا يمنى يا يمنى يا يمنى باغي ردك ليك تبربو ونعيش معاك جوسكا لا فان دي موند ويا استغفر عليك يا دلالي وانت يا رزقي وراس مالي يا يمنى يا يمنى بحرهم بان بحرنا بانو جبال وهر نبكيت ويا راك ما بياش الغربة ما بياش الصحبة بيا يا منا يا منا يا منا باقي ردك ليك تبرهبو نعيش معاك جوسكا في موندو ويا استحفظ عليك ادلالي ودي رزقي وراس مالي هيا منا مش بال وهر نروحوا عند بلمو. بلمو يعني قصتك مع طرمبيطه كيفاش؟ كيفاش زعما؟ لونغ ايستوار قول له. فوالا هذه ليستوار. قصه طويله. ايوا قصه طويله فيها صغري فيها كبري فيها كل شيء. كيما رانا نحكوا على الراي. الراي قصته طويله وكل واحد فينا هنا في المشيخه لا عنده ان ستيل عنده ان جور تاعه تيبيكمون تاعه. كيما الشيخ نعام عندها ان جور تيبيكمون بالعباس راي بالعباس القصايد هو اللي دخل راي بالعباس لا ان ستيل ان ستيل ان جور ان ستيل ان فري جور ستيل بالعباس. كيما السي قويدر السي قويدر عندها ان ستيل هو بوليفالون مي عندها ان ستيل وهراني تيبيكمون وهراني لي فوت مغنيين كي دايرين الكبار هذا هو الموسيقى الوهرانيه كاع اللي جاوا قاعد تفضل قالوا. بغيت نطرح واحد السؤال على استاذنا بلمو تفضل باسكو الشعب ما على بالهمش نطرح عليه سؤال مقبل الراي الاستاذ بلمو واش كان يدير بالطرومبات قبل ما يخلق قبل ما يدخل الطرومبات تاعو في الراي واش كان يدير؟ ايوا قول لنا بلمو قبل الراي واش كنت تدير بالطرومبيطه؟ صح داكو اما هذه في هذه في حياتي الفنيه كاع البدايه الاولى البدايه
احنا في الحقيقة هذه أيام ودنيا تدور والسنين يدوروا، وراها في سنين في فايت 60 عام قريب. أنا كنت وفقت لانديبوندونس، وفقت الاستعمار مي كنا مستعمرين واحد دوزون ولا، أنا كنت تعلم ترومبات مع كانوا لي إسبانيول هنا، كانوا لي فرونسي كانوا هذي، وأنا كنت يعجبني الآلات هذي ترومبات والساكسو، هادو لي زانسترومون أفون هادو أون كويبر لو كويبر. دونك أنا جيتي انفلونسي من هاد صوالح، حبيت حب اللي وصلت به. راك رفدت الترومبيطه صاي، رفدت الترومبيطه وبقيت هاد الاله كنت نمشي بها غير الاوكسيدونتال، هذه بروحها سيت ان انسترومون اوكسيدونتال تاع الاوروب، تاع الاوروب ماشي عربيه، سيت ان انسترومون تاع الاوروب داكور. انا كنت نخدم به بسهوله الاولى لي واش تمد لي هادي، واش تمد لي هاد لا ترومبيت، كتمد لي دي سون كيما نقولوا اوروبيان، باسو دوبل، تشا تشا، مومبو، فالس، اكسيتيرا اكسيتيرا، توت لي مورسو اوروبيان. كنت نخدم لا ميوزيك. احكي لك كيفاه بدا وراه جاي، خليه يكمل لك، خليه تفضل قويدر، احكي لك. كل واحد عنده كل واحد عندها طريقه تعلم بها. فوالا تفضل قويدر. كل واحد عنده طريقه تعلم بها. حنا بكري كانوا اللوكالات ثاني كنا نروحوا عند كان هذا سبارتا، كان هذا بوتليليس، كان هذا، نروحوا نتعلموا الشرقي ونتعلموا الوهراني وتعلمنا كيما هكا. يا في با ديكول هنا كي يافي با ديكول، تعلمنا الفن هذا تيرا هكذا، وخرجوا مواهب هكا بالتعلم، خرجوا مواهب. كل واحد عنده مثلا، كاين اللي من بعد مثلا كي بانت باللي عنده موهبه وكاع، درس نقولوا وقرا وزاد كذب. بصح كيما راه يحكي لك مسعود، هذه هي هو البدايه تاعه، راه يقول لك باللي الانسترومون اللي تعلمت به سي انسترومون اوكسيدونتال تاع كيلعبوا به الغرب. باصح هو لي مورسو دوك ما ينجمش يلعب محمد عبد الوهاب، ولا يلقى يلعب لي مورسو اللي تسجلوا بهذه الاله. باش كانت اسمح لي سي قويدر، سي قويدر هضر مليح. كنت نحوس على السهوله، والسهوله كانت دي مورسو فرونسي اللي نقدر نخدم. وقال العب كعنسه، لعبت في كعنسه كانت سهله، ماشي بحسني الله يرحمه على كل حال. كيفاش كانت هذاك الكليب؟ كيفاش خدمت وكيفاش لعبت معاه؟ لعبت معاه باسكو انا ديجا انا ساكسوفونيست. تري بيان. انا ساكسوفونيست ترومبيزيست، انا كاع مسخين. انا تلميذ تاع سيبلمو، انا خارج كان المغناوي خرج من ليكول تاع بلمو، سبتنا ديسكو مغرب، والمخرج الله يرحمه على كل احمد محروق بيرحمه. شوف كنا قاعدين هكذا، لو كان كنتوا حاضرين معنا في هذاك الكليب كاع نسى، ما تقولش باللي يا في دي كاميرا رانا نتورني، كنا شغل مقصرين. وش هي احمد محروق هذا المخرج كان ايليتي انتيليجون، حنا كنا نقصروا، هو كان يسرق في لي زيمارج، كان يفيلمي. جا سي بوعلام وانا مدخل خويا في هذه القضيه، دخلنا خويا في القضيه. انا لميتهم في هذيك لافير تاع حسني الله يرحمه. اسمع قال لي الساكسو في لامال، وقلت له الساكسو واش ندير به؟ قال لي طلع مع اخوك. قلت له ماشي انا مع حسني الله يرحمه، ماشي انا جاتني كلمه كاش منها، كيفاش شونتور ونطلع مع شونتور؟ جاتني شغل ثقيله وهي ما فيها والو، كونترير سان بليزير، انا ما كنتش عارف. قلت له بوعلام كيفاه؟ قال لي اطلع ورد لي الخبر من بعد. رد لي الخبر كيفاش كان الحال بوعلام؟ سيفري هاد لا شونسون كانت كعنسه تاع كعنسه اللي فوق ارض ربي. سيفري امام حسني مسكين الله يرحمه ويوسع عليه جضد لي، قال لي ودي لا بوعلام ما نديروهاش الاولى وما نديروهاش منها. قلت لها انا هذه كنشاحن عليها بوعلام، كنشاحن نديروها الاولى باسكو فيها واحد اربع كلمات ولا شابين. كاع نسى كاع نسى حيه مليحه، اللي فوق ارض ربي ارض ربي مليحه، ما يجونيش كي اللي بغاها قلبي. كانت عجبتني بالبزاف، كنت كونتاكتيت كانت ليميسيون تاع ليلى الله يذكرها على خير،
كونتاكتيتها قلت لها دي فوالا كاين جار لازم نعاونوه هادي وهاديك. جات هي واحمد محروق وليكيب تاعهم، جات هي جا قالنا باش نسجلوك، وكان صحراوي صحراوي تاني سجلنا هذيك الليله. ان كابيل كان معانا ان ارتيست كابيل، واه هذو كاع سجلناهم سجلناهم. وكيفاش كان حسني في حسني كان فريمون كانت غرقت لنا باسكو ما لقيناش، جبنا واحد خاطيه كاع الموسيقى خدم معنا جيتاريست. مراد قلت له لازم مراد جا باش يدير الكليب تاعو هو لا شونسون تاعو، قلت له تكملت الكليب، قلت له لازم تطلع تخدم معاه الترومبيت الساكسو، طلع وخدم معاه. وذاك الوقت هو كان شويه ايزيتي بصح انا فرصيت عليه طلع وخدم معاه وجاب ربي الخير. كاع نسى اللي فوق ارض ربي ما يجونيش كني بغاها قلبي، كاع نسى ويا اللي فوق ارض ربي ما يجونيش كني بغاها قلبي. انا لبنت هي ما يصرى ليها هكذا ويا الله يرحمك ويرحم وحدك كاملين ويا كاع نساها اللي فوق ارض ربي ما يجونيش كلي ما قلبي، كاع نسا ويا اللي فوق ارض ربي ما يجونيش كلي ما قلبي. سيد احمد مرسي غنيه غنيتها مانيش عارف بو علام كيفاش. اه فريمون سير ديس شحال تعطيه؟ تبارك الله شحال تعطي سير ديس؟ ويتي دمي سير ديس طري بيان. راي بيك شيخ نعم انا انتي صاحبي ديس. ايوا هذه مجامله ديس مولاها حسني الله يرحمه. ديس سير ديس مولاها مكانش هذيك الحاله. انا انتي صاحبي لا 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 نقص شويه شيخ نعم. يعني واش عندك حسني شي كتبت له جا عندك عطي حكي ده حسني. انا كان صغير قدام لا يبدا يسجل حسني كاع كان يجي عندنا كان يتصل بينا كان يجي بالعباس كان يجي هو كان يجي هو اللي بشنات كانوا كاع يجوا. نبقوا في حسني. واه نبقوا في حسني. حسني حسني اول اكتشاف تاعه قلت لك ما ظنيش نتفارقوا يا ولفي وعلاش. لا راح سونتيمونتال بوعلم. اه بيهم راح سونتيمونتال. ما تكلمش الاولى تاع من تما راح سونتيمونتال. ما تكلمش على الحب كلمه صغيره وجرح القلب. راني نغني نغني باش نشعل النار في عيونك اللي جرحوني. ما تفهمناش يا غزالي ما تفهمناش اللي بيني وبينك مات علاش راكي تجري مورايا. راح من تما حسني لهذاك لو ستيل. وكان نصرو ثاني تبعه نصرو ثاني كانوا في ليبوك وحنا نصرو دخلوا في سونتيمونتال للزوج. حنا كنا في ان اوتر ستيل انا بشنات فتحي كنا في القصيده بصح هما لي جون جاوا تبعونا مورانا وداروا بارك الله فيك. نعم قويدر يعني هذه كلمه شاب شاب حسني شاب خالد شاب كيفاش يعني من بعد تجوا عند بوعلام وتجوا عند الجماعه. كان اول تسجيل تاع شاب خالد لو برومي 45 تور اللي داره انا كنت موجود وكان معايا واحد ثاني كاين راه على قيد الحياه يسموه الحيوي. هو كان من اولين الناس اللي عاونوا زعما خالد هذا كان يكتب لنا محاولات و وفي يوكي كملنا الغنيه هذيك قالوا له كي يسموك ذاك الوقت كلمه شاب هذه كانت ما كانت ما تولدت كانوا يقولوا شيخ حطاب شيخ الناموسي شيخ بوطيبه شيخ فلان شيخ. ايوا خالد كان بوديك مي كان صغير يحشم قال له هذاك نديرو الشيخ خالد. خالد بنت له باللي زعما ماهوش الشيخ هو كان يشوف فيها زعما ما كانش عندها معرفه كيما بلاوي ولا باش يقولوا له الشيخ زعما هو عادك راه قندوز يتعلم. هو هذه كلمه قندوز بنت له في الشاب قال له زعما انا عادك راني عادك شاب زعما جاي للميتي هذا راني عادك شاب. قال له كيفاش قال له غادي نديرو شاب قال له دير شاب. داروا شاب خالد في الديس 45 تور. تري بيان. انا هذا اللي نشد عليها. الله يرحمه مسكين ويوسع عليه. واه نيشان. حمزه في سونتريفيل. الله يرحمه. حمزه كان اديسيون انوار. واه. تري بيان تري بيان. وكيفاش راحت بوعلام الشاب بالنسبه لك؟ شاب حسني شاب ماط. راحت كلمه شاب ولا كاع لي جان هذو تي اوبليجي تقول شاب.
بس دابر ولات كل خاتم كل خانه شاب صافي يدير يغني الراي باسكو واحد يغني الشعبي ولا يغني اوتر شوز ما نجموش نقولوا الشاب شاب صافي يدير راي تري بيان باللمو تفضل يعني تبكتو شيخ شيخ باللمو شيخ قالاش لكن راحت الان راحت للشاب شاب حسني شاب مامي شاب كذا وانتم يعني قعدتوا في ذاك الاطار مانيش عارف كيفاش احنا بون في ذاك ليبوك من لي زاني 74-75 وارواح حتى لي زاني 80 خلقوا دي جون ولا كيما نحكوا خلقوا دي جون هو لو جون نهضروا انا جو سوي اونيت ونهضر صح انا التاريخ تاعي اللي شفته شفت باقي تاريخ في بيني بين نفسي باقي لو غران شاب هو خالد لو غران شاب هو خالد لي زعما الى كونكيري الى كونكيري كاع كلشي لو مونوبول تاع لو راي فرانشمون ومن تماك بقاو يخلقوا هادو لي شاب كوم دي شامبينيون راك فاهم بزاف شبان ولا يخلقوا بزاف الراي مشى بزاف خالد كان خالد سيتي صحراوي سيتي بشنات سيتي شبان ويدير بسعيد لا لا عاد تقول خلقوا هادو خلقوا هادو كيما هكا شعينا كان الشيخ قانا كان صحراوي كان فضيله كانت زوانيه شويه تانيك وكان ويدير بسعيد مامي هادو هما جينيراسيون تاع الراي مامي 83 بدا معنا بصح لي جون هما دي جون الشاب دي جون ابغي هذا الشاب وخربيطه جاو فوالا مالا ابري هادو ابري هادو خلقوا دي جون شاب 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 جابوا له ايوا بصح داو له نوط على الشاب عاونوا ثاني بارتيسيبي سبحان الله باسكو كاين الشاب الهبري لا هذوك اللي زون لا الشاب الهبري وهذوك كي زون بارتيسيبي في الفلاسمون تاع الراي باسكو عاونوا الراي داروا كاع داروا كاع داروا حراوي وحميد جوني تاعنا وخالد هادو الاولين هادو صحراوي وكاع هما اللي جا البرومي فيستيفال بهم تاع برومي فيستيفال راي وسيد احمد الهندي هذه كيما من بعد راحت ال 86 فيستيفال بوبيني فرنسا هذا ومن بعد مورا هاد لافاك جاء عبد الحق وجاء حسني حسني نعقل انايا الله يرحمه جابه لي واحد يسموه الناصر بابي راه على قيد الحياه هو اللي دار الحصه تاع بلا حدود كنا ذاك الوقت في الاذاعه جابه كان عندنا في ال 88 درنا احنا واحد الحفله في البالي دي سبور شاركوا فيها كاع الشبان دونك جا حسني هنا جا بابي جاب لي حسني كان حسني ذاك الوقت ينشط مع ابو عرفه سعيد الله يرحمه وكاع ومصطفى شرشار الله يرحمه اكزاكتومون قال لي كاين هذا الشاب هذا راه زعما شوف كي ديروا دمروه في هذه الحفله اللي غادي ديروها وكنا وغنى البيضه مون امور في ذاك الحفل المول هار بارولي اللي كتبها له بيانات شكون بارولي شكون بارولي والله ما عندي راس معليش معليش ست جان بصح عقل عليهم راني نقول لك الغنيه جا عندك حسني جابه لي بابي الناصر قال لي هذا الشاب شو قلت له باش غادي تشارك قال لي عندي واحد الغنيه غادي نغنيها تاع البيضه مون امور تمرناها معاه وفات في البالي دي سبور بها وانا نعرف باللي من هذاك الحفل هذاك كانت الانطلاقه تاع حسني في السوق ينوتر ديمونش بو علم كيفاش تقول هذه قال لك من هنا انطلقت حسني بو علام هنا ورا بو علام دار ديو مع الزهوانيه ودارت ضجه كبيره يفو دير لا فيريتي كدرت بوم وديسكو مغرب هنا ورا ديسكو مغرب وعلى نخدم على واحد صاحبي خدم على واحد صاحبي هذاك الوقت خدم على واحد صاحبي لا 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 ماشي قصيدي لا خدم على ساكريبا ساكريبا خدم على هو اللي خدمها له اي وهذه الانطلاقه تاعو منها زاد شويه تمشى بونداجوج عاود طاح وعاود غير بشويه علاش طاح هنايا علاش طاح؟ طاح لا غالب ما ولاتش عندها شعبيه من طاح جات ما ضليش تفرقوا لا ما ولاتش عندها شعبيه وصلت انا جبت عبد الحق كان فور عليه جبت عبد الحق ودرت له ديو معاه درت له ديو مع عبد الحق باش يرومور كي عبد الحق وداروا ديو ومن بعد هذيك ما ظنيتش نتفرقوا يدور لان طلق في السونتيمونتال طبيعي طبيعي قالوا جا حسني يعني عندك استوار معاه يعني عندي انا كنت نعرف حسني كنت نعرف حسني تما قربت به بوعلام وكان عندنا واحد البروديكتور صاحبنا في الجي الله يذكره على خير بلاتي بن زرقاء
بن زرقا سموه هذا بن زرقا وبو علام كانوا في الجزائر يليموا كاع الفنانين دائما نتلاقاو غير يحضرهم زوج نتلاقاو كاع في لوتيل كنا نديروا لي سواري بيناتنا وكنا او ميم طون كنا نخدموا هذا بن زرقا ستان كرون بروديكتور تاع لا كاسيت فيديو كان مخصص في لا كاسيت فيديو ومن بعد هذا معرفتي مع حسني من بعد وليت كي نجي للوهران كان انيفرسير تاعك على ما اظن كان انيفرسير كان حاضر بوعلام كان حاضر معنا هو اللي جابه بوعلام اللي جابه معرفت بوعلام قلت له ودي واش كان جابه وجا الجزائر وكان حاضر هذا بن زرقا الجزائر احنا تيزي وزو رانا تيزي وزو احنا تفوتنا تيزي وزو طريبيا فوتنا تيزي وزو هذا ما كان هذا وذيك الليله في تيزي وزو الشعب بغى ياكله اني عاقل ديك الليله سي با بوسيبل واحد يسلم واحد يعنك تلمو كانوا يبغوه ديجا وتما كان عنده كاشي كان عنده اسم تما كانوا فريمون كانوا واش بغيت تقول سيد احمد قعدت واحد منهم اللي حكى عليهم هذاك وحكى عليهم هذا وحكى عليهم هذا ومازال حكايه كبار باش كان فوتنا لا الحبوبه كحله فوتناها تو سا بوندور 40 طون ولا فايت اي مانتون جي واحد يغني غنيه يديروا يحكم في الفيلم تاع الراي يغني غنيه وحده ولا ما يغنيش كاع عنده 30 عام ولا عنده 34 عام حنا كنا غنوا كان مازال كاع مازال يديروا هو يحكم هو يغني هو يجيب صحابه كاع اللي يغنوا وحنايا راك تحكي يعني على مهرجان الراي والله مهرجان الراي وانا نحكي مهرجان هذا تاع العام والعام اللي فات والعام اللي فات سيد احمد بيناتهم المفروض بيناتهم لا ما بقاش كيما هكا دروك كلام اخر اخر كلام اخر هذا كلام صح معليش هذا كان تتحمل مسؤوليته سيد احمد تتحمل كاع المسؤوليه تاع العالم كاع ويلي ما سمعناكش كاع تتكلم على لامور تاع حسني سمعناكش يعني ولا ما سالوكش ولا لا ما سقسيتنيش انا هنا نسقسي فيك دروك لامور تاع حسني انا كنا نتورني مع خالد في جنيف وعندي شير خويا انا هذا خالد يبغي حسني فانتا حسني يعيط لي كانت هكاك 12 مش عارف ذاك الوقت هذاك تاع 12 ونص هكا قال لي حسني الله يرحمه وحنا هذاك الليله هذاك كان عندنا حفل في جنيف انيول هذاك الحفل وخالد فات في التلفزيون السويسري وتكلم هذاك النهار في لي زانفورماسيون تري بيان قال جي انيولي مون كونسير راني سمحت باللي خويا حسني توفى الله يرحمه وهذه وهكا عرفنا حنا الانفورماسيون نعم يعني كيفاش كان لامور تاع حسني لامور تاع حسني انا كنت نسكن في عيون طرق ليبوك قال هذيك النهار كان معاه من مات حسني كان معاه في الاستوديو احنا في عيون طرق سمعنا بالخبر ما عملنا سيرتو مقتول ماشي موت رب العالمين تفاجئنا كيف صرا وكانت ديك العشرية السوداء وكانت وخطرة مام خطرة مام مسكين مش عارف هدو وحدين رحت انا وبو علام مش كما قلت وجاوب دار انا وبو علام تفضل يا بدو الناس وضربوه العيله وحقروه ضربوه انا الاستوره ديك شافي عليها وجانا مسكين مضروب انا عقل ديك الاستوره اللي ضربوه جماعه تاع واه هذا كعيب كيبان واحد من جماعه تاع الراي ما مقوي در على باله وجماعه كيبان واحد يبغوا الناس يدابزوه ماشي يبغوا الناس يدابزوه هو 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 الشهاده لله هو راه في دار الحق وحنا رانا حيين على السبعة ونص ثمانية غير ربع تلاقيتها عند الإذاعة في الليل الأربعاء كانت واحد المرأة كانوش طيارات وتقولنا روحوا منين يجوا الطيران عيطوا لكم تطلعوا كنا نفواجوا بزاف في رحبة قال لي بوعلام بسياسة قلت له دينا بسياسة أنا داخل الدار قال لي بوعلام الهورية عيب عارضتنا الرب قلت لها هي صحة سي بون أنا نقلعك في الحانوت قال لي غادي نطلع نبدل ونجي هو راح لدارهم باش يبدل يتلقى جروب تما يقارعوه قالوا له لازم تجي تخدم لنا واحد العرس واحد مسكين وقال لي لهم لا وتهلاو فيه وهذيك راح خدم لهم عرس في بيلار وغنى في بيلار في السطح جماعه جو كروا هذوك الجماعه كانوا متمركزين اكوتي اللي ضربوه باسكو لو لوندومان ضربوه فالي كودو 11:30 ولا هذه ستوبر الاربعاء العشيه وجا موراها خميس جمهورها الخميس الخميس ضربوه في لي كودو 11:30 ولا كي ضربوه هاني عقل ذاك الوقت باسكو انا كنت تما عيطولي عيطولي توت سويت عيطولي رفضت اللوطو طلعت للسبيطار
كيجي داخل السبيطار لي زيرجونس قريت اللوطو شوف واحد الفرمليه جايه عندي كي وصلت عندي عنقتني وقالت لي الله يرحمه سيد احمد يضرب الصحه سنين مات اوماج اوماج ما لازمش ترفضها سيد احمد ما لازم يضرب الصحه سنين مات يضرب الصحه سنين مات سيد احمد ما ترفضها سيد اوماج اوماج الحسني بوعلام يضرب الصحه سنين مات اوماج الحسني تفضل باش نقول لي باه يضرب صحة سنيمة تفضل خير خير دين يضرب صحة سنيمة يضرب صحة سنيمة حتى الأمي ما شد داشتو بكات داشتو بكات خلعتوها وقتلتوني الله ماني عقل عليها يا كلكم ربي يا عدياني ايوه سيد احمد اعطيها الدعم يضرب صحة سنيمة اي معليش والله ما نعرف لها والله صح معليش معليش سيبو قال لك كنت عند قديم يسوم لما جا كان كوت فيل وحصدي قتلوه كنا قاعدين انا وقديم يسوم ربي يرحمه في البيرو تاعو ومن بعد كذا سمعنا ولد قديم يسوم الباريك ولد قديم يسوم يقرا في واحد الليسي وين يسكن حسني كي جا خارج من الليسي لقى له الغاشي وكاع قدم شويه مركب اللي قتلوه واش دار راح ديرك كانوا لي كابين هذوك تاع البياسات عيط لبوه قال له ودي بابا كيفاش قال له هو الصراحة محسني عيط البوعلام على كل حال ها؟ عيط البوعلام لا جاوا عندي من بعد حوشوا عليا ما لقاونيش لا لا هذا ولد هذا ولد الميسوم عيط البوه طريبيان قال له عاودي هو الصراحة سوا انا حاضر تليفون جا ميسوم نخلع قلت له واش كاين قال واش كاين قال لي ها واش كان واش اي 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 ناض هو دريدو وركبنا في اللوطو تاع الميسوم عودنا ديرك لعند بوعلام ديرك الاول اللي دير به بوعلام مانيش عاقل من بعدي السبيطار الى لقيناك ولا ما لقيناك لا كنت طلعت للسبيطار لقيناكش يا ومن بعد طلعنا ولا جينا عندك ولا لا انا قلت بالك نلقاو فيه الروح بالك تفضل تفضل معنا دريسي العباسي ودي خلينا كان معاه مخرج ومن بعد طلعنا ديرك طلعنا القنبيطه باش نشوفوا الى صح ولا لا انا وميسو ما كاش من تفوت الغاشي انا كومبري باللي كاينه منها انا عاود درنا انا في الحقيقه والله العظيم ويشهد علي الله انا قلت بالك نلحق عليه في السبيطار بالك كسبه نبقى ملوبينه ولا نعيطوا لوروب اسيستونس تديه باسكو ذاك الوقت لي موان كانوا شويه ناقصين تاع لا ميتين وهذيك قلنا بالك نلقاو بالك لقاو فيه الروح بالك ضربه من عاتها بالك دا نعيطوا لاوروبا سيسونس تديه بالك بربي نجمو نصوبوه ملي جيت داخل للسبيطار قريت اللوطو جيت نازل تقول كانت قاعده فيها هذيك الفرمليه جايه ديرك من ليزيرونس عندي عنقتني قالت لي الله يرحمها وسلمت عليا الله يرحمها ويسلم عليها الناس كانوا تشوف كل واحد كان يبوجي بالحقيقه كاين بزاف اللي شوف هذا الراي بوكو جون كيزون بارتيسيبي في النجاح نتاعو شكون هاد لي جون بوعلام مثلا كاين بزاف كاين بوعلام بيان سور واه كاين انا كاين لي شون ما كانش غير انا انا لو كان ماشي لي شونتور ولو كان ماشي لي ميزيسيان وكل ماشي لي ستوديو اللي كانوا كاينين موجودين ولي جون اللي كانوا ديبليكاسيون ما نوصلش لهالدرجه يا بوكو جون كي زون بارتيسيبي هادي ديسكو ماغري ماشي انا درتها داروها سي لو بوبليك تري بيان البوبليك اللي دارها سي لي في كانوا غادي تقولها يعني ديسكو ماغري غادي نقولوا لها لي ديسكو على ربي ان شاء الله على ربي بالمو واش موجد لنا بطرومبيطه مع كانو رانا موجدين واحد الغنيات دروك 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 واه دروك اغنيه شابه بزاف وفيها كلام رزين في بلاصته على بالك الدنيا كل واحد وش عندها مشاكل في الدنيا كل واحد بمشاكل تاعها السيقانة دار هاد الغنية هادي لا تتمن في الصاحب لا تقول خويا لا تعنقوا بالنية تحكي له السر كيف صاحبي ولا لي عدويا عمد على موتي وحفر لي قبر ضحكولي الاصحاب وغوتني الدنيا شراوني وباعوني وانا الاخبر واش تا يصبر قلبي ما نفعوه دويا
والطبيب اللي يشوفه يبقى محير. يا الصور العالي مالك ندمت هدموا حجارك وبقيت غير تراب. أيوة خير الدين. لا يا خير الدين خويا. هذه هي قصيدة. ها ولا قال راه هذه قصيدة شابة بزاف. مانا 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 ليلي ضحكوني للصحاب ضحكوني للصحاب خواتني الدنيا نانا 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 نا باعوني وشراوني وانا بلا خبر نانا 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 ضحكوني لصحاب غوتني الدنيا باعوني وشراوني وانا بلا خبر اش لي صبر قلبي ما نفعوه دويا الطبيب اللي تشوفو يبقى محير وضحكوني لصحاب غوتني الدنيا باعوني وشراوني وانا بلا خبر اش لي صبر قلبي ما نفعوه دويا الطبيب اللي نشوفه يبقى محيرنا ولا الدم بالصعب لا تقول خويا لا تعنقوا بالنية وتحكي السر ياللي صاحبي ولا لي عدويا عمد على موتي واحفر لي قبري تبقى في الدماء بعد ما يفوز بيك لي غاري الحرام خيل المحبة بالوجه ينفهم دلاني إلى حكى لك سر وما تمنوش كذاب ولا تمن بالصحب لا تقول خويا لا تعنقوا بالنية وتحكي السر اللي صاحبي ولا لي عدويا عمد على موتي واحفر لي قبر نانا صحيح 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 قوي دلو واش تقول يعني عندي ديو ديو هو وبروحها سيقانا على باس تنترومبيتيش وتفهم مع شيخ تاعنا مسعود ما كلاس قاع. انا باغي نروح للسوار شويه مانيش باغي نهضر دروك ديرو ديو تفضل باللمو درك هنا. السلام عليكم. على كل حال درك هنايا من قيس هذاك القيس تاع لي زاني 74 75 80 في لي زاني 84 ندير كونيسونس انا مع قنا هنا في وارن ندير كونيسونس En 80, دير كونيسونس انا قوانا هنا في وارن لقينا منا وبتعرفنا وهدي بون انا الراجل ما نعرفاش فنان داكور بصح ما نعرفاش مشينا انا كنت عندي كونترا في الجزائر مشينا نخدمو في دار السلام على ليبوك دار السلام سيتي ان ليو دو لوازير تاع في المدرك بقينا نتعرفوا انا وقانا تما نتعرفوا في الموسيقى انا مشى معايا كمغني عاود لقيته يلعب فيولون لقيته يلعب العود لقيته يلعب ترومبات متعدد المواهب لقيته يلعب ساكسو سي تادير فنان كبير الله يبارك ومشي هذا هو صح لا فيريتي الفايده وصلنا لواحد الدومان وصلنا حتى لي زاني 86 هذاك هي 86 وصلنا حتى لي زاني 86 وين تفاهمنا وسجلنا باش نسجلوا تما كان الانطلاقه من تماك الانطلاقه انتقت انطلاقه واحده اخرى انطلاقه واحده اخرى نتاع لو ستيل لو جور هذا تاع بلمو اللي انطلق الاول عاود حياه مع قانا تري بيان بارك الله فيك ميرسي بلمو
نعم كلام تاعك في بعض الاحيان توجور تفيزي ناس تفيزي لي شونتور تفيزي منا يعني انا مين نعرف النعام نعرف انا نخبر كيفاش انا كان عندي واحد الروح نتوشا كيما من خربت في خالد ومامي الفيلم 100% ارابيكا اللي داروه توشيتهم باش ننبههم واش قلت خايف. يعني واش قلت مورو لو كارتي تاع لي جاجيريام القصيده اللي قلتها واش هي تاع عيب عليكم يا ناس هي من تدعوا فنانين شدكم للتمثيل والتمثيل ماهوش مهنتكم 100% عربي قاصدين به الجزائريين وفرنسا واليهود يكرهونا ونكرهوهم اختاروكم بالذات يا حبابي نتوما الاثنين قاصدين الشباب اللي داير الثقه فيكم يا هل ترى هذيك هي صوره الجزائريين ثقافه واخلاق ودين وسرقه وجرائم في كل الدول كاين الزين وكاين الشين كاين الامي والعالم والعالم يعلم وفي كل الاديان كاينين المنافقين جهنم للكافر والجنه للمسلم عاد انا ندخل في القصيده كي خالد كي مامي ما فيكمش واحد فنان رجعتوا لعبه لليهود راهي تقصر بكم ما بقات لكم قيمه في الوطن ولا عز ولا شان طيعتوا بينا نطلب ربي يكشفكم اليهود داروا فيكم العجب على كل الوان ربوكم السوالف كي نسات قبتوا ودنيكم علموكم تفضلوا الكانيش على الانسان ياكل ويشرب في البيوت عايش معاكم 100% عربيك متلو في غير الرعيان وكاتب الفيلم قاصد دينكم ووطنكم تعيش الجزائر وطني عز الاوطان واللي ضد الاسلام اليهود الله ينعلهم وزيد القصيده ان سي دو سويت طويله بولا ما نلمس فيك واحد الناسيوناليست هكا كيفاش توشيك بهذا الكلام بيان سور توشاني حي انا الحي كاع اللي توشي الوطن وتوشي الجزائري توشيني عاد توشيني 100% اون بلان فيغور كاع الحي اللي توشي الوطن حنا شوف رانا قاعدين هنا على خاطر الوطن كاش ما عندنا فايده ولا عندنا هذيك ما عندناش حنا رانا قاعدين هنا مجتمعين باسكو انت عيطت لنا وسيتي ليميسيون اللي يشوفوها لهنا ويشوفوها دو لوت كوتي ويشوفوها هذيك وحنا انا واقفين معاكم ديسكو ما قرب راحت العالميه كيفاش شوف هي المحل كان مبلع صايي ما فيش اشكال سيفري المحل كان مبلع باسكو حنا كثرنا لو بيراطاج سي بور سا كو ما نجملاش اللي تو كونتر هادو اللي بيراتو بلعنا جا دي جي سنايك هذا ويليام يعرف واحد الجماعه اصحابي في باري هذا احمد حمادي اتصل به سي تان بارو اللي كان عندنا هنا في وهران اتصل به قال له ودي اسكو تعرف بو علام يعرفها باللي من وهران قال له تعرف قال له ودي نحوس ندي الاسم قال له انا كبرت بلا شونسون راي وين نسمع ديسكو مغرب وبو علام ديسكو مغرب وبو علام قال له هاني نحوس ندي لو موت ديسكو مغرب ندير لو تيتر تاعي نسميه ديسكو مغرب الالبوم تاعي نسميه ديسكو مغرب اتصلوا بيا مني قال لي قلت له فازي ربي يسهل عليك خدمه كي خدمه عاود اتصل بيا قال لي ودي غادي ندير لو كليب ماذا بيا نجي تحل لي الحانوت وما في ميم با لي كلي تاع المغازا جبنا سودير قطع كاع كسمو عاودنا بدلنا من جديد اتصل بيا قال له دي فوالا غادي نجي ندير قلت له مرحبا بك با دو بروبليم انا نعاونه ربي سهل عليه ما عنديش مشكل ما عندي لا لان قال نعاونه هكذا سي بور البلاد ودابور حنا عاوناه وهو درنا رد لنا حيه كبيره للالجيري والوهرن الالجيري والوهرن باسكو بيبليسيتي اللي دارها لنا فور توب ملايير دولار ما تندرش بيبليسيتي اللي دارها الالجيري وكاع الناس الامه تشهد عليها الناس دو لوت كوت كنت تنتظر هذه بوالم كنت تروح للعالميه والله ما كنت ننتظر هنا نعاون الناس تروح للعالميه مباشره انا هما الجماعه راهم يعرفوا كاع الجماعه خدموا معايا يخدموا معايا الجماعه يخدموا معايا كل شيء ومام كاع لي شونتور اللي خدمت معاهم انا توجور نعاون نمد من عندي وتجيني كيما تتحكم ما تصدق تعطي الواحد 100 دولار ربي يعطيك 50,000 حنا نمدوا ورب العالمين يخلوا فيك بوعلام ما نعرفش ليديسيون ديسكو ماغرب هكا عرفت بالخدمه وبالاشتهاد خدمه وتعبوا ناس عليها ماهوش انا فيها كل الفنانين تاع انا ذاك شاركوا فيها المغنيين شاركوا فيها كاع الناس شاركوا فيها باش ولات الهضره انا كنت غير نديريجي تفضل بالامور كاع نشهدوا على بوعلام انا ما كانتش عندي فرصه ولا المكتوب اللي باش كنت معاه بزاف ولكن لقيته راجل الله يسلمك ربي راجل مولا خير حتى ربي اش عندي ذي مشى قدامي لقيته راجل مولا خير مولا خصله ربي يعطيك الخير اتصال مع محمد مغني قال لي بوعلام ديسكو مغرب ما
راجل اللي اونات اللي خدمت معاه محمد غادي نقولها لك على لسان محمد مغني. الحمد لله يا ربي انا كاع عايش في باريس. محمد مغني قالها لي بهذه العباره اللي ايديتور بلي اونات اللي تعمل. الحمد لله يا ربي الحمد لله. تفضل سيد احمد. كاع مغني الشيخ مشغيل كاع مغنينا اللي تونات كل كان نيشان كاش عاوز وهما الاخرين كانوا شويه شكون الاخرين اهدى كاين شي مخلويضو كاين شي مخرميطه كاع كاين بزاف مخرميطه كانوا يخربوا ما لويتي هما الحمد لله يا ربي كانوا عندهم باش نغني يحطهم اخرين ما من المد بزياده ما كنت نمدك بزياده تغني ما تقول لهم بعد ما تهدي كويدر. انا بغيت نروح فكره تاع ابو علام انه عندنا الفنانين في وهران عندنا دي ميوزيسيان عندنا موزعين عندنا كذا ما قرات تاع ديسكو ماغريب كان بالله كل يوم نشوفوه واه جدي جي سنيك مانيش عارف مين صنع قنبله فنيه تيوا انا وين راهم الفنانين انا ما نهضر مع فنان حقيقي درو واه وراه احنا ما نستطيعوش يصنعوا من المقر تاع ديسكو ماغريب قنبله فنيه هذا راه مونيمو الان اصبح مونيمو احنا نهودو نصور وحده كان اليوم تصور وحده تصور ما تصورت وي فوالا فوالا هذا راجع الفنان المحلي هذا تاع وهران ولا تاع الجزائر بصفه عامه ما عندهش نفوذ ما عنده شعبيه ما عندهش لو سافوار خلينا لو سافوار حاجه واحده اخرى لا كاين لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي يا حبيب حبيب اسمح لي نفهمك ماناش نقولوا كاين غران بوتونسييل في الجزائر اللي قادر يدير صوالح كبار بصح تعرف شو ولا لا حول ولا قوه له فنانين هادو ما عندهمش نفوذ. دي جي سنيك تكلم عليه انت عنده مليار و700 مليون تاع معجب عنده اوديسيون كبيره خلينا مالك خلي هذا دروك حنا راه معنا المنتج هذا تاع ديسكو ماغريب ياك هذا دي جي سنيك يقول انا مي كنت صغير كنت نطلع مع عمامي انا سمعت اش تهضر في كانال بلس كنت نطلع مع عمامي في اللوطو نسمع الراي نسمع خالد وهذه توجور كيقدموا ليديسيون انا كبرت بديسكو ماغريب هو راه يهضر قال انا طلعت انا طلعت من صغري نسمع ديسكو ماغريب ديسكو ماغريب جو فولي روند هوماج لسات برودكسيون اللي الا ماركي ما جونس ياك هذه وطني في الدم واه قال انا جو فولي ماركي نو جو فولي فير ان هوماج لهاد ليديسيون اللي كبرت معاها على ماركي دوك هذا عندها دي جي سنيك كي جا هنا هو بروحه حمله العالم باسره يعرفه كي دوك يجي دوك تايا دوك مانيش عارف انا يجي اي انسان مشهور دوك يجي عند ديسكو ماغريب الصحافه تلم حوله وكاع يجي فنان من تاعنا مثلا ما عنده لا حول ولا قوه له يعني هو فنان كبير بصح ما عنده شعبيه ما يبيعش ما عندهش دعم تاع الدوله ما عنده والو كان مشغول على بوالهم انسان نقول لك ماشي غير ايديتور برك ماشي غير ايديتور برك بوعلم ديسكو ماغراب بوعلم دواء كاين بوعلم الانسان ثاني ماشي غير كاين بوعلم المنتج بصح كاين بوعلم الانسان بوعلم الانسان الناس غير تهضر فيه في الخير اللي تي جوست لويال كوريكت وكي تتعامل مع الشركه هذه غادي تلقى لا جوستيس لا ريغور كل شيء تفضل قلت لك بوعلم دواق بوعلم كي يسمع لك غنيه يقولك هادي عطيني غنيه اسمعها وداقها انا ديجا انا لي زالبوم كنت كنعمرهم يسمح لي يقول لي هادي كديرها الاولى نقول له واه هادي يقول لك هادي ديرها في الوسط وهادي ديرها الاولى واه ونهار تخرج نصيب عندها لا قول كيفاش وكاع الاكسبيريونس اللي عندي ويغيبها لي بوعلام. سي احمد كانت معاك مع بوعلام طوايش وكلشي. بوعلام زريعه عبار. حنا زريعه تاع عبار. علاش باغي ندير في بوعلام؟ باسكو بوعلام الناس قاعده تهضر فيه بخير. انا نتبعها. الناس انا جو با الجزائري يهضروا الهضره وانا نقول لا. نو. بصح إذا كاين شي حاجة قول لا معليش ما شفتش كان مسامح لك. الإنسان ساكت بينها ما تهلش. ما كانش مشكل أخويا. ما كانش مشكل ضروك. ضروك. لا. سي مكان كيقولوا ديك البنادم في مكان مناسب. مناسب في مكان مناسب. هذا هو. الحمد لله يا رب. الحمد لله. إدمي في لي زوندالوز. فوتها معايا مسكين. مسكين. طلعنا لو 15 سبتمبر. طلعنا من لي زوندالوز كان يروح يخدم في فرنسا ويجي راه عندي وعمر هذيك لا شونسون تاع يا انا ويا انا مازال ما لقيتش اللي نبغيها
تاع اصلها متموش انت مغنيها واحد متموش انت ميمي مغنيها ميمي مغنيها راني نادم على الايام مغنيها ميمي لا ميمي ما مكتبها ميمي تموش انت كاتبها هو هو اللي غناها هو غناها هذيك هو غناها سير كاسيت الموسيقى وانا غنسير لنا سير كاسيت وانا جبتها له وقالها لي ميمي يا رايدك وانا عطيتها له وعمرناها بو علاش انا عطيتها له كي عطيتها له شتوا كيدير دليهم هذه منين جبت قاعد يسمع فيها مشكل وعجبته بالبزاف توشاتها عجبتها بالبزاف وغناها وسيتي بريفي نخرجوها هذيك لا سيمين اللي قتلوه فيها سيتي بريفي خرجوها سامدي هما قتلوه باران جودي هو مسكين كان يحوس غير تخرج ويسمع وهو هو ما حضرلهاش بس ما حضرلهاش مسكين وهو كان يجي هو كان يجي عندي يجي عند امه في قنبيطه وراه عندي خدمتوها ما حضرلهاش ما حضرلهاش والله راني ندم على الايام لي دار صغري وش بابي فيه شاب راسي والكذب حرام نسيتني وما زالني نبغي يا انا نسيتني وما زالني نبغي راني ندم على الايام لي دار صغري وش بابي فيه شاب راسي والكذب حرام ما زلني نبغي يا انا يا نسيتني وما زلني نبغي يا انا يا انا نسيتني وما زلني نبغي ننساها ما نجام نسيتني كي نجي مصار ما عرفت اليوم كيفاش حكمات مشيت نسقسي وين الدار بغيت ننساها ما نجام نسيتني كي نجي مصار بغيت ننساها ما نجام نسيتني كي نجي مصار ما عرفت اليوم كيفاش حكمات مشيت نسقسي وين الدار راني ندم على الايام لي دا صغري وش بفي فيه شاب راسي والكذب حرام نسيتني وما زلني نبغي يا انا مازال ما لقيتش اللي نبغي معليش ديتي كلاب شابين تفكير لخاوتنا هاد لا شونسون هاد لا شونسون ديما خرجت تغنيها عصني وخرجت والله مسكين كان هو لو سوي نتاعو باش يسمعها في السوق باش يشوف البيبليك واش يقول كان يموت عليها كان يقلع كنا باسكو سجلناها ونوجدوا فيها ونديروا لها في لا ديبليكاسيون ونقلعوا بها منها حتى لي زوندالوج قال لك ودرنا درنا ماشي في لا ديبليكاسيون درنا لها ديبليكاسيون في الجاكيت والتامبري واجده باش تخرج صامدي هما قتلوه جودي الله اكبر روتارديناء جامي دو لافي صح والله ما بقول لا روتارديناء ابري تروما ابري تروما تخرجناها هي كانت برودوي فيني وما حضر والو كانت مشارجيه في الكاميون باسكو حنا كنا قبل ما نديروا لا ديستريبيسيون قبل ما نسربوا هنا ندوا ليست ونجيو انا خدمت لا تورني كلمنا شويه راي نعاودوا نقولوا الراي ونير الوهرانيه هو الراي راهي من بعد الراي استعان بالاغنيه الوهرانيه في الفتره الاخيره هذه مثلا نشوفوا في البرنامج اللي غناه خالد كيعاود مثلا حمامه وعلاش تلوموني وبويا كيراني وبختة والمرسم هذو كلها اغاني وهرانيه يعني استعان بال يعني كانه نحسوا باللي الملحنين هذو اللي كانوا يواكبوا الاغنيه تاع الراي يعني نقص المردود تاعهم وحنا كاين واحد النقطه ثانيه ما تكلمناش عليها مثلا علاش حسني كان يستعين باغاني اخرى باسكو ما كانش كاين ملحن كان فلا ربما كاين كاتب اللي يكتب الكلمات كانوا كاينين بصح اللي الفوا كانوا قلال ولهذا كان فلا ربما يستعين بخوليو يستعين دي ميوزيك اللي ديجا معروفين حتى تعرفت الهجان هذيك
وكي مثلا الجمهور يعرفه يعرف هو بلي هذه الموسيقى وصلت الاذن تاع الجزائري يديها ويستعملها في اغنيه يدير كلمات ويغنيها. يعني هذا 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 المشكله مازال ما تكلمتيش على الاغنيه. راني جايك راني جايك. هذا هذا في اطار المسار تاع الاغنيه تاع الراي والتاريخ تاعها لازم نتكلموا على هذا الجانب هذا. علاش الموسيقي ولا المؤلف الملحن ماش نهضر على كاتب الكلمات الملحن وين راه وين راه في الاغنيه تاع الراي؟ راني انا بغيت نعرف وين راه الاغنيه تاع الراي اغنيه استاذ اسمح لي في كتاب الكلمات كاين جوج انواع كاين لي بارولي اللي يكتبوا على موسيقى طالعه وكاين لي زوتار اللي يكتب الشعر. انا راني نقول عادي واللي راني عارف شوف شوف انا راني نقول باللي في المسار قطعت لك العسم في حسني كان ذاك الوقت كي شعلت له كانوا طاحين عليه لي زيديتور ما يخلوه لا يحفظ لا والو قصايد. لا سمح لي لا لا شوف اسمح لي نعم شوف كانت كاينه اون بريسيون على حسني كي يقضب في السوق كاين جانب التجاري تاع الاغنيه تجاري اسمح لي اسمح لي الاغنيه هذه سوق سوق الاغنيه فيها عده جوانب كاين اللي هو فني وما يتباعش حنا بكري كنا نخدموا في الاذاعه نديروا اوبيرات ما تنباع ما تشرى شاولا تخدم غايه اخرى حنا حسني مثلا كي يقضب السوق وحتل السوق وكاع ولات عليه اون دوموند لازم ينتج فقدان تاع الملحن اللي يجري يدير ست اغنيات في النهار ما كاش هو وصل يدير مثلا دو كاسيت بار جور وراه الملحن اللي يدير 12 كومبوزيسيون بار جور ما كاش ولا يعني. يستعين بالاغنيه الاخرى انت كملحن تعرف هذا الشيء باللي وانا ما نجمش شوف انا نجم نلحن اغنيه في شهر باسكو ما نجمش انا هذيك اللحن هذا راه خدمه كبيره اي خدمه كبيره ويدر ما تكلمنيش على الاغنيه الاخرى راني راه نحسن لا راني جاي راني جاي راني جاي الاغنيه الاخرى قلنا باللي الاغنيه تاع الراي في الفتره الاخيره انا نهضر على الاغنيه الوهرانيه استعانت بالاغنيه الوهرانيه نشوفوا احنا شاب رضا ما غناش الاغنيه تاع درياسه هذيك تاع اللي تحكي كاع المناطق تاع الجزائر هذه سي لا شونسون دو فاريتي الجيريان من بعد عاونت الاغنيه تاع الراي ها مانيش نهضروا وهراني انا نهضروا فقدان اللحن لابسونس تاع لا كومبوزيسيون خلت المغنيين تاع الراي يستعنوا بالحان واحد اخرى وليها يا الراي حتى اللي كاينه مولاها احمد الحراجي ودخلت في لوموكلاتور الراي كاين اغاني دخلت في فضيله وريميتي سي بو علام تكلمنا على ريميتي في الكواليس الله يرحمها شكون فضيله وريميتي ولا ريميتي وفضيله هي الاولى شكون كيفاش زعما شكون الاولى في الفن فضيله ولا لا في الفن ريميتي معليش انا راني نسال ريميتي لا ريميتي هي الاولى راني نسال راني نسال هذه حبيت هذه راني نسال الريميتي غنت نوري الغابه نوري وقت الثوره يكمل الشهر باغي ولا باغي يروح حاجه باينه ريميتي هي الاولى ريميتي هي الاولى ريميتي دي بيلاباس بالتساله نتفاهموا نتفاهموا مليح الريميتي هي الاولى في الجور تراديسيونيل ريميتي تاع القصبه والقلاب والله وا بيان سور منها هذيك بيان سور كيما يقول لكم منها هذيك الشيخه الريميتي الله يرحمها سي لا بيونيير اللي هي الاولى المراه الاولى اللي كانت باينه في السمعه تاعها سمعه قويه في التراديسيونيل في القصبه والقلاب هي الاولى من بعد بون سويفون لي زاني وهذه والدنيا تدور جا الراي من بعد كي جا الراي نوصلوا لي زاني 80 ولا ما دوك لا واخا على كل علاش لا كان شي كان شي كان شي حكوم ما حطوليش لا كيستيون عليها عليها انا لا لا اسمح لي اسمح لي تاع هذيك اسمح لي لا فوالا شيخ الواشما الشيخ نعم قالت لك زيزيه الشيخ نعم فوالا ما حطوليش لا كيستيون ما حطوليش لا كيستيون عليها اتصنت لي ما حطوليش لا كيستيون عليها جو ريبون كو كيستيون اللي تفضل 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 دوك انا نجبد ثانيك حليم ما نجبد فيها الاخرى فوالا لا لا ما نجمش راهو راه حط لي راه يحكي على الباركور تاع الريميتي على فاضله ريميتي ريميتي على فاضله ولا ريميتي تفضل تفضل بالمو ريميتي رانا هضرنا قلنا الله يرحمها ويوسع عليها سي لا بيونيير هي الاولى المراه المعروفه الغانيه في الفن تراديسيونيل تاع القصبه والقلال تري بيان القصبه والقلال هذيك راها منى وراها مازال مش تقول لنا مازال على التو معليش معليش خليك بعد تقول لي لك غنت لي الثوره غنت نوري الغابه نوري غنت بزاف صوالح هي راهي قديمه بزاف تري بيان عاود ولي لك بالمو تفضل بون قلنا الشيخ الريميتي رانا قلنا باللي مراه سي لا بيونيير دو راي دو 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 لا شونسون تراديسيونيل تاع القصبه والقلال
بعد سوفون لي زاني سوفون جراي كي جراي ابري وصلوا لي زاني 80 من دوك شويه جي فاضيله الله يذكرها بالخير فاضيله على كومونسي افيك اون كورال دارت اون كورال بركا باش نعرفت دارت اون كورال مع بو طيبه حفيف تري بيان من تماك فاضيله نعرفت ومن تماك سيتي لا كوريوزيتي دو فوار اون فام شونتي شوف مرات تغني سيتي اون كوريوزيتي فاضيله ولات مطلوبه بزاف تري بيان تري بيان تما دارت كونتاكت مع الصحراوي الله يذكرها بالخير قاعد يديروا كورال هي والصحراوي انت ماك سي بارتي فاضيله اللي ديفوني فادات افيك الصحراوي واش قلنا الريميتي بالام يرحمها ويوسع عليها شيخه كبيره وهي وكماش قاريه مسكينه ولا ماشي سا كانت فري ارتيست وما دارت لا كونسيرفاتوار ما دارت والو مي تاع برا تاع العربيه وخرجت تغني وشيخة كبيرة ولا تسموا عليها ما بلاصيتها في باري بلاص الشيخة الريميتي في باربيس وهو عنده وين يبيعوا العرب الدوفيز وهذيك تسموا عليها الشيخة الشيخة الريميتي فنانة اللي خلت البصمة تاعها بيان سور خلت البصمة تاعها كبيرة وكانت تغني البدوي تاع هذا اللي خلق منه سوا ديزون راي اللي جا من راه يدخل عليه لانسترومون مودرن ولا انسبيرو بزاف من الشيخ الريمي بارك الله زيد احمد تفضل انت درت الواد مع البحر وراه الواد وراه البحر انت درت لي البحر ريميتي البحر ديرها مع ديرها مع فاضيلا سي با بوسيبل سا مارش با سا مارش با دي تو فاضيلا فاضيلا سي سيتي ان طون كيتي مع لينو ابري معايا شويه مع خالد شويه مع بالشنات شويه ابري غنى الاغنيه تاعي بالصحراوي اخي صاحبي فنان تاني فنان نبغي هاك غنى الاغنيه تاعي تاع سيرجيك غنوها سي بارتي سي سا مي ابري فاضيلا سي فاضيلا يونا بلو صاي فو لو دير ميم كيما الوهراني ما كاش كاع كنت ما كان الوهراني كيما الوهراني كيما بلاوي سفيني لقاش الوهراني سيتي لوي الوهراني وراهم شكون هذا الوهراني هذا وراهم عبد القادر ولد عبد القادر ولا شكون هذا اللي غني بارك الله فيك انا كيما راه فكرني الشيخ نعام فكرني بالشيخ الواشمة تاع تموش تاع تموش انت سيتي فام كيما الريمي كيما الشيخ كيما الريميتي فوالا سيتي فام سيتي شونتاز اون كروند شونتاز كيما الشيخ الريميتي عندها ان ريبرتوار تاعها لي بوتل جابر قاسم الله يرحمه الى بري لو ريبرتوار تاع الشيخ الواشمة تاع تموش انت قالت لك زيزية لا ماشي هذيك ماشي تاع الشيخ الواشمة هذيك تاع الشيخ حكوم تاع تلاف ما كان قالت لك زيزية وسيد الحاكم وين داي عمري هذا سيد الحاكم سيد الحاكم سيد الحاكم تاعها سيد الحاكم تاعها فوالا بون كاين توت انا زعما باش بون الشيخ الواشمة الافي توت ان ريبرتوار نتاعها اللي كان في داك القيس داير ما كانش تحبس من الخدمه شيخ الواشمه كان كامبيونيه ثاني شيخ الواشمه شيخه حبيبه شيخه حبيبه ثاني 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 واو كل وحده وش دارت بو طيبه السعيدي يرحمهم فوالا بو طيبه السعيدي الله يذكره طيبه السعيدي كل واحد وش دار كل واحد شكون لا ريميتي سيتي اوتر ما غنوش بالاله العصريه هما كانت في وقتهم القصبه الكمانجه تري بيان قوي در سيد احمد هاجم الاغنيه الوهرانيه بصح تسكت لا ما سكتش راني نسمع هو سي فري كي قال لك بلي الاغنيه الوهرانيه في التصور تاعه حبست مع بلاوي الهواري ولا ريزون هاني قلت لك بلي حنا في الاغنيه تاع الراي اسمح لي طب حنا في الاغنيه تاع الراي واحد الوقت وصلنا من مكاش الملحنين ولينا ندو الحان تاع قولو تاع هذه فما بالك حتى الاغنيه الوهرانيه اللي مثلا التركيبه تاع الاغنيه الوهرانيه صعيبه على التركيبه تاع اللحن تاع الراي هو غير تما ان بوتيت لو تورنال انت الاغنيه الوهرانيه فيها انترودكسيون ميوزيكال وفيها روفر وفيها كوبلي وفيها الا تلقى لها انت الضوابط تاعها وقلت لك باللي ملحن واحد ولا زوج ولا ثلاثه ما يقدروش بكري بلاوي كي كان ينتج ولا احمد وهبي بارلمون الانتاج تاعهم ما كانش كاين سباق تاع المرشي انا نعقل في المرشي مي كان احمد وهبي يدير الاغاني وبلاوي في المرشي تاع السوق كان كنا نبيعوا ادامو الفي فيلار و لي 40 سنتور تاع الكور
الاغنيه التجاريه الجزائريه كانت كان شويه درياسه هكذا ولا شويه ما كانش عماري ما با العماري في السوق انا نعقل على درياسه احمد صابر شويه بصح اللي كانوا قاضبين السوق كان ادام والفي فيلار السوق الجزائري الاغنيه الجزائريه تحركت مع الراي كي الظهور تاع الراي هذاك بان لو بيزنس في لا شونسون الراي بدا لو بيزنس بداو لي زيديتور بدات الخدمه دوك نولوا الاغنيه الوهرانيه بلاوي هو اللي كان يخدم في التلفزيون الجزائري والتلفزيون الجزائري كان داير خليط انتاج اون سيلول دو برودكسيون فيها ملحنين ماشي غير هو كان طيب طيب كريم الهواري احمد السعيدي ناجي نور الدين رحال الزوبير كانوا 12 كومبوزيتور منهم المتحدث انا كاع كنا في هذيك لا سيلول تاع لابور وكانت لجنه النصوص فيها طموح عبد الله فيها مثلا مش عارف شحال وكانت اون كوميسيون وهادو الناس كانوا ينتجوا بانتظام الجوق كان ذاك الوقت يخدم في الاذاعه اش 24 كنا نديرو في السيمانه زوج غنيات كنا نديرو 8 شونسون بار موا وكانت تلفز وتفوت في التلفزيون صباح صغيره الله يرحمها شكون صنعها صنعتها لا سيلول دو برودكسيون تاع التلفزيون وحاسبه عمروش ويوسفي توفيق وشريقي والى اخره هاد المغنيين كي بانوا في التلفزيون ماشي في السوق ميم مامي غنى لا شونسون تاع الاعلى والشباب من هذه حتى هنا ثاني كاين يفو دير لي شوز كيما هكذا ومن بعد كي جا السوق والراي هذا الاغنيه تاع الراي ولا فيها طابع تجاري ولا انا مثلا كنت في الاذاعه ما لحقتش صالير تاعي ما يكفينيش سنه كي بديت في 76 في التلفزيون كانت ار تي هذاك الوقت دخلت صغير فيولونيست في الاوركستر تاع بلاوي الهواري هو كان شاف دوركستر وبدينا هكا نتعلموا في لي زاني 78 هكا اتصل بيا خالد هكا وين نسجلوا وليت ونزيد نحكي لك واحد لانيكدوت كي ويت نسجل انا كانوا في الاذاعه ما عارفينش باللي انا اللي راني معاهم فيولونيست انا هو اللي راني نسجل مع خالد سينو ما ندخلش كيقول لك تراك شاهدتك شي كدير في السوق تري بيان كيما هكا وتطورت الامور يعني بارك الله فيك ويدر نعم جات غادي لنا دروك سمعنا سيد احمد الهندي سمعنا كانا بالشيخنا بالمو ديروا حويجه سهله يعرفوها لي جون عطينا الميكرو كانا نهاون تصول انت يا سبب في معرفتنا رومبا شوف تما صلصه ولا رومبا ولا اي في خاطر جماعه كاع وفي خاطر كل الجزائريين نهدوها لكل الجزائريين والشعوب العربية هذاك صح وفريمون صافي بليزير تاترا فيك مي فرار انت يا سبب سبب في معرفتنا والقلب كان مهنيا هاني وانتي هو انتي ايه وشوفوا المكتوب المكتوب كيفاش تلاقينا انا سباب التليفون شداني الرد عليها رد عليا صوت حنين بالطرافة والعقلية قلت لها يا عذرا انتي مين قالت لي جزائرية قالت لي انا نهواك وانت ما تدري بيا هادي مدة نستغلغناك اغيا تشوفك عينيا يا سبب في معرفتنا القلب كان مهني هاني وانتي هبلتي وشوفوا المكتوبة كيفاش تلاقينا سببي التليفون واش تاني الرد عليه العب يوم الجمعة عندي جات ضربة حطايا الخوات شدة
وحده تاع جزائريات من بعد بدات تشابح ليا المعرفه تما كبدات الصباح حتى العشيه اتي يا سباب سباب في معرفتنا والقلب كان مهنيه هاني وانتي هبلتي شوفوا المكتوبه كيفاش تلاقينا سباب التليفون واش تاني الرد عليه الرد عليها الى نتاع مغامرات عقل صمت ليا اتي يا شباب شباب في معرفتنا والقلب كان مهني هاني وانتي هبلتيها يا شوفوا المكتوب كيفاش تلاقينا شباب التليفون واش الثاني رد عليه رد عليها صح نعم بو علام يعني شوف دي ميلودي سو ميلودي السنه دي بتيت ميلودي بصح فيهم دي ريشيرش بزاف الاستاذ ديجا قالها لي خطره خدمنا شحال من خطره مع بعض سي دي ميلودي حلوين فيهم دي زامبروفيزاسيون تنجم تعومي واو تنجم تارونجي تنجم توسع درناها هذه درناها في ليالي وهران خطره درناها في ليالي وهران وين درناها ثاني نذكروا فيستيفال تاع الراي واه درناها طيب بو علام لما تكلم على الراي كيفاش تسجد بالوهراني وكذا ذكرت شاب مامي وعندك قصه مع شغل رديت الاعتبار نعم مانيش عارف في غنيه مانيش باغي نسمي خليها لك ليك يعني كنت كوريكت وكنت اونت مع نعم مانيش عارف تكلم انت ولا يتكلم هو مانيش عارف شنو يتكلم خويا انا نتكلم ولا تفضل كي تبغي لا لا بيريتي شوف محمد كان عايش في فرنسا ورسل لي واحد لي كاسيت فيهم شويه موسيقى قال لي بو انا مدبر لي غنى على حساب هذه الموسيقى هذه مامي واه قال لي شوف واه قلت لك محمد باسكو مامي محمد قال لي تدبر لي قلت له ما فيش مشكل يا با بروبليم انا الشيخ كان يخدم معايا كان يخدم معايا اتصلت به قلت له راني مسحقك جا عندي طلعت على البيرو منا قلت له جيب والله شخصني شخصني راه كتب لي واحد دي شونسون ابري جابهم لي منهم هاد لا شونسون تاع الجزائر هي بلادي هذا ما كان يعرفها بلي تخرج تيكسي والاخر ما كان يعرفها بلي تخرج تيكسي الاخر دارها محمد دارها منين بانت جو كرو كو من بعد يا ان بيتي بروبليم بينه وبين الشيخ سوا ديزون كو مامي ديكلارا على اسماه وخويا راح قال له عليها انا جو عندي قالوا لي شتات الحق قلت له انا انت ما تدخل معايا القبر هو ما يدخل معايا القبر انا شتات الحق لا شونسون تكتبتها والدوزيام شونسون دي شونسون هو في بالي دار غير جوج منهم دار واحد هي الجزائر ومالي مالي 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 بوعلام شهد شهاده ربانيه باسكو هو اللي قصدني يعني معاك كل مع واحد اخر ما نعرفش مامي ما تلاقيتش به ما يسمعش به انا وعدني الاستاذ وقال لي شيخه كيفاش خدمت له في هذيك لا ميلودي كان مزيفط لي ميلودي تاع نقولوا شهله العياني درت لها عليها بلادي هي الجزائر انا اللي كتبت لها فيها سعيده اللي ربي لكن سبع نفسه باسكو هو راح ديكلاراها كان نورمالمون ما يديكلاريهاش باسكو لو كان غنيتها انا بالك ما نجحهاش مامي ستان ارتيست اللي غناها هو سي وصلها هو ما نقدرش نقلعها له كغنيه دروك لا نقلعها له حقوق باسكو كغنيه سي المامي انا جي جامي شونتي بلادي الجزائر عمري ما غنيتها الى من الكلام تاع الكلام تاعي عندي قصيده كومبلي انا طويله كاع طريبيان. انا عندي كومبليت راني ديكلاريتها في لندن كلش كومبليت قصيده طريبيان. هو عندنا كومبلي ان ريفران طريبيان سيدي احمد فيش مشروع بروجي مع قويدر سمعت انا في كواليس هذيك السيربريز هذيك عندي سيربريز غادي غدوه عندي تسجيل ان شاء الله انت راك من انت راك معي فيا ما قويدر بالك غادي يستنجد بك مانيش عارف دروك
انت قبل تخدم معاه ولا هو قبل يخدم معاك؟ مانيش عارف. دي شونتور كي فال دو موا ويدوموند مي سيرفيس توجور جي سيي دو لور دوني كان غريان داز مع انا خاطر ندرج عليه باش ندور كنا ندرجوا على هذا تري بيان خلاص شحال بغيت نقول شكاي صاي غادي نعاود نولي البخت دروك صاي مانيش عارف دروك راك مانيش عارف النفاق هذا بينك وبينه ولا مانيش عارف كان النفاق لا والو لا ما كان لا نفاق لا والو هو راه يدير وكبين نقول لك انا دروك نعطيك سكوب هو راه عنده اغنيه باغي يسجلها ولا بجوان دو مي سيرفيس غادي نروح نخدمها معاه تري بيان هذا هو البروبليم قوي دير بصح بغيت تصور لنا انه عند راك في علاقه سمن على عسل مع الشاب خالد وين كان في آه انا خالد انا صاحبي وخويا وربيته وكبرنا كيف كيف منتنو في المهنه شاكين سا كارير كل واحد يصنع كارير اللي هو راه باغيها انا ما فرصيه يتمشى هاك هو ما فرصيني انا فاهمني انا ما ظهرت في بختام انا هذا خويا ها ولا خويا راه في هذا سنين راه عايش في العظيمه وما نتلاقوش كاع وكي نتلاقو انا نعقل عليه كاع كي كان في وهرنا هنايا وكنا خدمنا في رحبه ولي غالير اللي عرفهم هو قال لي في خالد ما تروحليش للغالير راني جايك زعما نعطيك مثال ها فهمني تفضل وقلت لك خالد خويا وربيته انا خالد انا ربيته خالد كي عرفته كان صغير فهمني وجاب لي هذاك بوعلام وكي درنا لو برومي اوركستر تاع الانتاج تاع الراي هذا انا كونته خالد كان عنده اوركستر كان معاه نور الدين خوه وكل الله يرحمه بن عوده كانوا عنده دي ميوزيسيان اللي ما كانوش ابت باش نديرو مثلا لي زاتراكسيون تاع ما قلت له خالد هادو ما نجيوش نديرو بهم لي زاتراكسيون داك الوقت فيه شور دونس ايجيبسيان دونس مي ما رديتش الجميل ولا راني جايني جايك وانا اللي جبت عبد الله هذاك اللي راه درك في المالح وجبت حسين نحي الله يرحمه ودرنا لو برومي اوركستر تاع خالد اللي ولا يدير الانتاج ولا نسجلوا معاه طريبيان سجلوا مع ابو علام سجلوا مع مالك سجلوا مع سانكريبا سجلوا مع قصيدي ولينا نسجلوا كاع مع لي زيديتور وسيتي لو برومي اوركستر فار تاع لا برودكسيون شانسون راي رد لك الجميل ولا لا كيف يرد لي جميل شي يرد لي مانيش عارف رد لك لاسونسور ما دوك انا خدمت خلصني كاين مشاكل بيني وبينه هذيك حاجتي انا يعني حاجتي وهذيك حاجته وهذيك زعما بيناتنا كل واحد يعرف صوالحه فهمني كل واحد يعرف صوالحه دروك العلاقه عليها انقطعت بين خويلد وخالد هو لا صافي موجي لا ميان فهمتني تري بيان دوك خالد قرر باش مش عارف انا بمعنى انت تعترف الان باللي راه قطيعه بينك كاين كوبير بينك ما كاينش قطيعه علاقه قطيعه هو حر باش يعيش حياته كيما يبغي وانا حر باش نعيش خدم معاه دروك الا الى بجوان دو مو نخدم معاه واه ورا بروبليم تري بيان جو دو بريباري شونس بور لوي نعم سي محمد نجم نقول قاعد تفتح حنا دروك شوف حبيب غادي نفهمك انا عندي انا مانيش مغني ياك انا عندي رساله اللي يقدر الرساله نتاعي يفوتها لي بور توشي لو غران بوبليك نخدم معاه دوك انا جي بوزوان دان انتربريت كيما واحد يلا بوزوان واحد ينوب عليه كاين بزاف اللي يمشي قاري ولا يدي معاه واحد ينوب عليه يضرب بلاصه عطينا عطينا خاصني واحد اللي يوصل لي الفكره تاعي عطينا النكوه خالد سي سامبل باسكو انا قلت ماكرون فرونسي يقعد عندك حاجه تاع ما كاينش عليك عراني عطينا جي رونديفو هذاك فاطمه هذا باش نقول لك سامدي سوا وفيها سوا باسكو دخلت لها مسار بزاف دخلت لها الكلام الفرونسي باسكو ميسي عالمي عقل على جي رونديفو هذاك فاطمه تري بيان اوكي دينا مؤخرا توفى واحد ترومبيتيست ايضا جعفر بستي الله يرحمه فوالا سمحوا لي انا نقول لكم لامور تاعه فاتت ان ابيرسي لا خليني سيدي احمد اضرب تقول لي فاتت ان ابيرسي خليني كنا بريزون هذه جاي واش تقول كانو سي فري واش قلت صح مو تاعو فاتت ان ابيرسي وكاع نقول لك صح وجعفر هذا الشيء اللي مدى الاغنيه تاع الراي زعما انا ما نعرفش واحد في الاونيفو طيب. انا شفت جعفر لعب ترومبيطه مع دي غرون ترومبيتيست برازيليا سالسا لي كاساب لعب وانسان اللي كان يلعب بالربع المقام بالترومبيطه المصريين خلعوا فيه في القاهره كي شافوه يقسم بياتي قالوا كيفاش الدراري يدير كاردوط خلعهم طيب. يعني كان انسان موهوب الله يرحمه ربي يرحمه وسالي انا كنت دو باساج ا باري تري بيان سمعت كيما سمعوا الناس سمعت باللي توفى جيم سوي ديبلاسي رحت حضرت معاهم في لو فيديو كور تاعو تما وكان مام سيد احمد كان تما دو باساج ثاني جا حضر وانتو ليك الناس اللي عرفوه وسمعوه قاع حضروا
مام هنايا جي في دابريس كي جي في جا مسعود باللمو باللمو واش تقول لنا جعفر بن ستي انا في شنو نقول لهم ونقول نعم في جعفر بن ستي الله يرحمه انا جيت مشيت مع باسكو سي مون امي تري بيان باسكو دا افون تو حبيبي ولدي وخويا وكل شيء في الدومين ميوزيكال مام في هكا بيناتنا با سمعت الموت انا جيت انا جيت الموت جيت لدارهم بصح كاينه حاجه برك اللي ما عجبتنيش انا وما عجبتش كاع الناس وي ماشي غير انا كاع الناس ما عجبتهمش دوك ولد زعما كيما قراين كيما قراين جعفر كيما قراين جعفر ولا بدا نخسروا معاه خطوات نخسروا معاه غير خطوات للمقبره ماشي قال الو الله يرحمه ولا قال نمشي عند باب تاع درام دارين قيطون الله يرحمه هذا فنان وفنانين كاع كان ذاك النهار يمشوا يوصلوا معاه لو ديرني كورتاج سي لو ديرني غير ذاك النهار تالي كانوا يوقفوا معاه كانوا يجوا يوقفوا في المقبره هذه ما عاشاش هذه ماشي غير انا اللي نقولها هذه كاع الناس راها تقولها لا في باريس كانوا كاع حاضرين تما انا نحضر في الناس الصحراوي شرابه يقول لك مسعود ما كنا بزناج بصح كنا قلال وجعفر جعفر سي با نابورتو كي جعفر كاع وهران تاع عربه لا وسمعوا به هنا واه لا وجا هنا تما دا وقت نورمالمون هنا يوجدوا واحد يديروا تكوتي كانوا جماعه الصحراوي الله يرحمه انا اللي كانوا في الغربه اللي كانوا في الغربه الله يسهل عليهم مساكين داروا الواجب تاعهم لا كاين نقطه مهمه شاب خالد ولا كلمه يعني على الاقل الله يرحمه نتفقوا الهندي ما غاديش تقول لي محامي تاع شاب خالد هذه حقيقه ما دارش كلمه على جعفر بن ستي هو ما كانش هو ما كانش في فرنسا خدم مع اكثر من 20 سنه فوالا باش نتفقوا ما با امو جعفر الشيء اللي مداه لخالد يقول الله يرحمه على الاقل شاب خالد ما دارهاش اسمع لي يا حبيب جعفر الشيء اللي مداه لخالد يعني حتى ويقولوا انه مات على خلاف شاب خالد سكادوني كان على خلاف شاب خالد في الفيسبوك ولا في قول امو ربي عظم الاجر ولا يقول حاجه سي نورمال شو عيطنا له عيط له انا عبد الواحد تاع اللي يلعب عبد الواحد وكان تما كان في الجنازه هو دخلناه بالدخل وخرجناه داوه للجمع نيش الجمع يصلوا عليه بالجمعه هو ابري اون ابري كور اورلي واه حطيناه صايب تما على خطينا تما وار ثلاثه خالد عندك الانسان اللي يخمم بين خالد خالد سي كيك شوز دو حاجه كبيره خالد بالنسبه لي لا باش تقول الله يرحمه ماشي حاجه هنا ما كاينش حاجه كبيره تقول ربي عظم الاجر الله يرحمه ما فيهاش حاجه كبيره اسمح لي ما فيهاش حاجه كبيره لا باش تتفق كان انا ما تلفت عليه فوالا كان يفد لاخر كان يدير بتيت فيديو الله يرحمه صاحبي الله غالب ما قدش نجي وخوارم تما كاين يدير علاش لا وانا قلت له ديرها انا وخالد انا وذاك عبد الواحد كنا نهضروا كان معايا مغني كان تما في الجنازه قلت له ديرها قال لي اون فافور هاد الكلمه تاع اون فافور انا شويه نرفزني انا نقول لك يسمع فيني هو قاد النيكرا كاع كانوا حاضرين سي كراف تماك شويه نرفزني نقول لك صح تري بيان دخلت جنان بيان بصح هذيك اللقطه هذيك ما بجاتنيش لسان انا نعم واش تقول هذا الامر جو في فوا واحد ما تقول له جو في فوا باش تكتب ربي عظم الاجر تقول له جو في فوا لا يديرها نورمالمون يديرها باسكو خدم معاه بزاف ولا كومباني بزاف راه شاهد على هالشيء استاذ شكلها خدم معاه بزاف قلت لك الشيء اللي مده جعفر الخالد ميوزيكالمون وطونك ترومبيسي سوليس باسكو هو ما كانش تاع سيكسيون كانوا خليها تسلط لي مالك هو خلي يخدم معاهم قلنا باللي كانت عنده سيكسيون دو كويف بصح سوليست كان جعفر انا نهضر سوليست هو كان معاهم ترومبون وكان معاهم ساكس كان معاه جعفر معاه مديتي قبل السيكسيون كيما باسكو ذاك القيس كانت انا كنت انا بلا ترومبيت كان الجور خالد الى فولو زعما ماريي كيما انا كيما الجور تاعي دا جعفر بن ستي جعفر بن ستي خدم معاه بزاف وهذه هي لا كيسيون وحنا بوان دانتيروغاسيون هذا ما نش عارفين فاصول الله يرحمه ربي يرحمه تفاصل مام قدام اللي يروح لفرنسا ويتلونسا خالد في فرنسا ويزيد يلونسي كان جعفر معاه واه بيان سور تري بيان نعاود عاش معاه بزاف بولم الراي بعد حسني كيفاش نعم الراي بعد حسني قبل ما نختم شوف حسني كان محبوب بزاف
بصح منين توفى وقتلوه ولا عنده سكسي كبير. على باكي هو منين كان حي مسكين كان وين ما يروح كل يوم غدوه من داك الصباح صباح شكي عندي بوعلى ملي تلاقيت فلان وبغى يدابزني ني سهر تعشيت ولا سطور فلان بغى يدابزني الناس كانوا يبغوا يشروها له باسكو بان جان بان ويغني مليح وهذيك كل واحد يحوس يدير اسم به يحوسوا يدابزوا يحوسوا يضربوا يحوسوا يديروا مشاكل بصح منين مات زاد دار شي كبير كاين اللي زاد كاين اللي زاد مر الموت تاع حسني ودوك راه كبير يغير يسمع لي شونسون تاعه ولا يبغيه باسكو لقى الناس يبغوه قبله. بوعلام كون يولي للساحه يصنع لنا واحد كيما حسني فيه مؤشر انه بوعلام غادي يولي للساحه. شوف باش كيفاه سي با بوسيبل بصح بالك خير منه بالك قل منه. بوسيبل كون نلقاو خير منه كاين لا ماتير بريمير اللي اكزيست والله غير كاين شبيبه والله غير يطقوا السم عندنا شباب عندهم اصوات بصح الله غالب عندهم مساعده والقرصانه بلعت عليهم وما لقاوش كيديروا يسجلوا لي برودوي تاعهم راهم يديروا غير في اليوتيوب عندنا شباب تري فور عندهم تري بيل فوا في الشرق ولا في الغرب ولا في في في, في القبائل ولا عندنا فنانين صغار راهم طالعين ما شاء الله لا سيما بلعت عليهم القرصانه ولونضا ما لقيتلهمش حل كيديروا باش الحل قلنا باللي احنا شوف احنا قدمنا حلول لديوان الحقوق وكاع بصح للاسف ماهوش يسمعونا الجزائر اليوم لا دون تاع بكري اللي كانت من الرايبان لي زيديسيون كل شيء كانت عقليه وكانت ميكانيزمات اليوم الامور تبدلت راك فاهمني قلنا باللي الجزائر اليوم محتاجه اون ميزون دو ديسك وتستفاد من التجربه تاع الناس كيما خويا بوعلام يدخلوا دي جون اللي يعرفوا دو تيرا خلينا من هذه اون تيوري اللي تكون عندك دكتوره برك انا من هذا اللغر دخل الناس اللي يعرفوا لو تيرا وتصنع ميزون دو ديسك الميزانيه تاعها تصنع فيمات وتصنع اغاني ونزيدك حاجه تسن قوانين باش هاد لا ميزون دو ديسك دير الطروك تاع السلعه تاعها مع لي غروند بواط كيما نقولوا اون فرونس اي ماي فيرجين بوليغرام يونيفرسال ميوزيك مع روطانا منا في الشرق الاوسط المنتوج الجزائري الانتاج الجزائري موجود بصح كيفاه تسوقه وكيفاه تخدم به يليق يليق دي ميكانيزم يليق دي ميكانيزم ايديتور اليوم نروحه ما ينجمش نروحه قادر يشهر لك واحد زوج بصح ينغلب لازم تكون حياه كبيره بارك الله فيك ويدر بالمون هذه بون هذه سي اون تري بون كاستيون هنا اللي خاصنا خاصنا نهضروا عليها وخاصها تكون ان شاء الله باسكو باكا كي بدينا دون زان برويون كيما يقول لك ابري اون ريكتيفي ونعاودو اون كوريج لي فوت اون كوريج مي دوك اليوم الراي راه هنا صاي الراي راه هنا راه مونديال دوك حنايا الراي الشبقي باقي حاجه نقطه واحده غير حاجه بركا اللي باقيه وهي سامارش الراي دير لي كلام كيما راه يدير فيه الشيخ نعام شباب مي شكون اللي غني قصيده دروك لا شي قصيده ماشي قصيده كاين ولا لا كاين فرض عليهم السيستام الحالي برك استاذ فهمتني هما احنا ما نتكلموش على الراي كي نتكلموا كيما قال لك استاذ لا ميزون برودكسيون على الاغنيه الجزائريه بصفه عامه فهمتني صايفي شاوي صحراء والراي تاع دروك زعما تسمع فوالا لا ما نسمعوش الراي باش نختموا هذا جبد هذا جبد هذاك جبد كاع مجبدين انا ما جبدش انا معاهم انايا التوندونس الكازاقه فوالا نعم كاين اللي تشوف كاين الفن هو اللي حبسه كاين اللي هو حبس الفن تربيا شكرا بالنمو غادي نختمو شوف حنا نحتاجو مديش كيما بوعلام راه معنا اليوم انا بالعاني باين بروفيتي من الوقت باش نقولها على الهواء راه يقول لك ولي الساحه لا راني جاي كاني جاي فوالا باش شو ما تسابقوش نهضروا هضره تاع قبيلات قدام نبداو الحصه قلت نهضروا هضره تاع كبار اي ان شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا في المستوى تاع نيشان يا ربي يا من شوف حنا لازم نستافدوا رانا هنايا كاع يعني دي سوميتي في الاغنيه كيفاش نقدموا احنا خدمه للجزائر هذه أيوة. بلد الحبيب فهمني كيفاش نقدموا خدمه للاغنيه وسوق الاغنيه كيفاش احنا ناميليورو التجربه احنا تاع بوعلام ما لازمش تروح هكا دونك عليه صاحب لا يفو كون بروفيت على لو سافوار كان دخل خويا هاني جاي تكلم معنا هاني جاي تفضل لو سافوار فير تاع كانا هذا دروك دوك حنا نبقاو غير نطلبوا منه يغني بالك هو يمد الصوت اللي يشوفه يوصل له الرساله نتاعه احسن منا فلا ربما
ماشي شرط يبقى يغني هو صوالحه بلمو مش عارف قادر يدير لنا مدرسه تاع الآلة النحاسيه هذه رانا نفتقدوها اليوم. هنا فقدنا جعفر باقي لنا بلمو ربي ان شاء الله يطول في عمره بصح خاصنا نولف طريبيا. الهندي عنده ثاني كاينه ما يقول ماشي شرط غير هو. هذا شوف هذا سورس دانسبيراسيون يلقى دي ميلودي يلقى دي زي قال لك انا نقعد معاهم انا قال لك نقعد معاهم ترى لافار يقول فيها ياك هذا بصح بالك مغنيين واحد اخرين يستافدوا منه بالك شرط هو قالنا واش بنسى والنعم كيف طريبيا النعم يقول لك واه قالنا غادي نكمل وانا كيف انا مادا بيا شي نتعلمها نمدها للصغار يدخل دي زيكول دو فورماسيون زيكول دو فورماسيون ربيع شكرا دومان ارتيست تفضل قال كلمة أخيرة واش تقول استعمد غادي تغني استعمد غادي تغني المشكل راه في القرصانة دوك كلش راهم بلوكي كاينين كما قال لك أستاذ قويدر بركان قال لك كاينين ديفوار راهم يطيروا كاع ديجور راكم متفقين باللي لازم بوعلام يولي انا نولي سي ان بروتيكسيون هذا كوج انا نستنوا هذا كوج انا نستنوا تاعني كاين قرصانه انا نجيب دروك انا غدوه برودوي بوعلام يصرف عليه نقولوا حنا بوعلام معليش انا سكوب مستعد غادي تولي للساعه نولي لا غادي تولي ونولي طريبيا سكوب هذا الحصه انه فو ان بروتيكسيون اكزاكت طريبيا كمل كان اعطينا كلمه اخيره قلت لك احنا انا مبلوكيين من عند من من دوكا سي قويدر يصيب كاش اون فوا اون بل فوا تاع ان جون طالع ويشوف شيخ النعام يقول له اكتب لي كلمات ويشوف هذاك الصوت هذاك باش ما يخلوش يضيع ويديه للاستديو ويخسروا عليه دراهم ويلحنوا له ومن بعد واش يديروا بها؟ هما الناس راهي في الاغنيه الوهرانيه انا جو سوي با داكور انا جو سوي با داكور باسكو علاش بورتون راي شباب شوف ندو لو كا تاع خونا الهندي الكلمات تاعها كون سنتو الكلمات وقتيا واحد ونقيين استاذ احمد غادي تطلع تجي خويا نعام كيف قصيدة كيف قصيده نعام قصيده صايد ونقي لا كاين دي شونسونات صغار تاعها شابين دي شونسونات صغار كيما تاع قانا شقانا كان دار ان ريبرتوار شباب نقي دونك انا يظهر لي الحل راه في بوعلامه لا 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 غادي مازال ما كملش لا كيسيون تفضل مازال ما كملش لا كيسيون حنا مادا بينا ان شاء الله هذا الراي حنا قادر غدوا ما نكونوش ربي يطول عمرك نور جينيراسيون سي هذه الدنيا هكا بصح حنا لازم نربوا ولادنا طيب حنا مسؤولين على ولادنا كيفاه حنا مادا بينا لا سونسور دي مو لا سونسور دو فوالا اللي ما يقبلش الكلمات اللي ما يقبلوش ماشي تاع الحب تاع الحب فضل تبارك الله بصح الكلمات اللي ما ينحملوش هذوك لازم حنايا مانيش عارف نشوف حل لهذا الشيء بلا في الكلمه الاخيره خويا دابا شو الاغنيه ثاني كيما باش تبانوا كاع هي اللي الناس اللي راهم يشرفوا الاداره المشرفه على هذا القطاع ما ديرش كوبيناج باسكو الفن ما فيهش كوبيناج حنا دي فوا غوارديولا من ما يلعبش محرز نقولوا عليه ما لعباش بصح ربما ما نعرفوش راه في راسه شي با تكتيك يفرض عليه هذاك الشيء لا المسيرين تاع الاداره الفنيه اللي راهي موجوده على مستوى الوزاره او المديريه الثقافه او الاذاعه او التلفزيون او الاعلام المكلف بالفرع الفني طريبي. هادو ما لازمش يديروا كوبيناج انا عندي صاحبي جورناليست ماشي غير انا معايا يدير انترفيو كل يوم ناشرني وقويد الكدا وقويد البركه وقويد البركه هذا الكوبيناج اللي نهضر عليه طريبي. ولا تعطي حتى مهرجان لواحد ماهوش اهل راك فاهم انا غادي نقول لك بصوت عالي فيما يخص الاغنيه الوهرانيه هذا ستان انا ورتاح على بلاوي الهواري وحمد وهبي في حياتهم وعطاوني هذا المفتاح وانا معليش انا دروك الا كاين واحد اخر يدير احسن مني مرحبا شو لي لقي بروفيلي انا جونيري انا بروفي انا التاريخ تاعي واللي كلها وسي بي تاع انا جي دوني لا ميوزيك الجيريان في المهرجان الاغنيه الوهرانيه مانيش ماشي قضيه موجود ولا غير موجود طريبية. انا نهضر لك عامه على الاغنيه الوهرانيه ولا الجزائريه بصفه عامه طريبية. انا لحنت لافاريتي الملكه نداح وحسيبه عمروش وحتى سلوى المغنيه الكبيره ولحنت لها انا في. يعني راني نقول لك باللي الكوبيناج لازم يحبس طريبية. كلمه اخيره هذه نعتبرها نعم واش قلنا كلمه اخيره وحنا ماذا بينا هاد الشباب اللي راه صاعد ما يخلوش يدير يروح الفن راه يروح سينو غادي الفنان يروح والفنان عنده دور في المجتمع سواء في المسرح سواء في الاغنيه سواء في الديكو لي ديسيناتور ولا لي سكولتور ولا الفنان عنده دور في المجتمع لازم الكلمات كما قال بلمو تتنقى ثاني من المفروض بوعلام واش تقول لنا راك مطلوب بوعلام لازم تولي يا با دو بروبليم نولي انا غير سي ان بروتيكسيون كي نو كان
يبروتيجونا حنا نولوا با بروبليم سيرتو افيك هذا النوفيل تكنولوجي هذا الماتيريال الجديد راهي بروجي بوالام باش تولي وا 100% تري بيان ستيسكو بعد الحصه 50% سيد احمد كلمه اخيره ولا تنط غني هذه الكلمه الاخيره خير الدين خليني غني خليني ايه نوت سيد احمد يولي باذن الله وراني خايف في لانوالفك نساها ولدي طبايعك نساكري في عمري على جالك وطيبي هالي يا وطيبي هالي يا درتي راي امك نادمة العشق مشي بالمالي الشرى حرام عليك راكي غاشة غيبتي هالي غيبتي هالي علي نوالفك نساها وندي طبايعك ساكني في عمري على جالك وتحشيها لي يا وتحشيها لي يا درتي راي امك نادمة العشق مشي بالمال ينشرى حرام عليك راكي غاشة غيبتيها لي غيبتيها قال خير وراني خايف الى نوافك انساها ولدي طبايعك ساكري في عمري على جالك طيبي هالي طيبي هالي راني خايف الى نوافك انساها وندي طبايعك ساكني في عمري على جالك طيبي هالي يا وطيبي هالي هلا هذه في خاطركم كاع في خاطر لا فامي كاع هذه هلا وهكذا تنتهي سهرتنا اللي كنت الميكرو ضروري بارك الله فيك بالمو شكرا على الحضور بارك الله فيك اصبحنا الازعاج بلاك ازعجناك مرحبا كان اخونا ستان جرون بليزير نتمنى نشكركم بزاف شكرا خويا شرفنا وتلاقينا خويا مرحبا قويدر شرف بارك الله فيك شكرا خويا شكرا شكرا لكم نعم خويا بارك الله فيك حضر درنا خويا احنا ان شاء الله تكون ما نكونوش ثقال على الجمهور بالعكس لا بالعكس لا بالعكس بالعكس خويا بوعلام شرفتنا خويا بالحضور من نجاح بارك الله فيك شكرا ونسنت منكم غير النجاح والنجاح على هذا البلاد صحيح بارك الله فيك خويا هذا صحيح نجاح باقي لنا نجاح ماذا بنا نزيدك اكثر كاميرا كاشي بارك الله فيك كل الشكر للساده المشاهدين سلام